مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله يعني معانا النهارده اخبار عشان نطمنكم على الفريق، وهنتكلم كمان عن الاحداث اللي فاتت خصوصا مباراه او مباراتي الاتحاد والترسانه، وناس كتير طلعت اتكلمت وعايزين نطمن على نجومنا وعايزين نطمن الناس عليها، وعايزين دايما يا جماعه احنا زي ما اتفقنا قبل كده في ظهر فرقتنا هنتكلم ان شاء الله بعد ما اقول لكم اخبار بسرعه جدا عن الفريق. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره كان بيطمنا على ميدو جابر، وناس كتير اتسالت ميدو جابر ما بداش الماتش ليه، وطبعا كانت حاجه منطقيه جدا وحاجه عقلانيه جدا ان الجهاز الفني فضل اراحه ميدو جابر. انتوا عارفين العضله الخلفيه قبل كده اتكلمنا عليها، قلنا العضله الخلفيه عضله خاينه شويه بلغه الكوره، احنا في الوسط الرياضي او اللعيبه دايما نقول العضله دي خاينه جدا، بتحسسك ان هي سليمه قوي وتنزل تعمل سبرنت في الثاني شكرا. ده اللي حصل مع ميدو جابر قبل كده، فعشان كده بيفضلوا راحه ميدو جابر على اطول وقت او باطول وقت عشان يكون جاهز. عندنا مباريات اهم بكثير جدا من الكلام اللي بيتقال، الدوري والكاس والبطوله العربيه مع احترامنا طبعا لكل المسابقات، لكن عندنا الحدث الاهم عندنا احنا كاهلاويه وعاشقين النادي الاهلي، وهو الاميره الافريقيه وازاي نجيبها وندخلها تاني جدران النادي الاهلي. عشان كده محمد يوسف وكالترون فضلوا اراحه ميدو جابر خوفا من تكرار الاصابه، وعشان يدوا له اكبر قدر من الراحه استعدادا لمباراه فاكس صيف القادمه، المباراه المهمه جدا 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 ان شاء الله يوم 23 اكتوبر الجاري في العوده باذن الله، وان شاء الله يكون النادي الاهلي قدها وقدود زي ما هو معودنا ومعود جماهيره ولاعبتنا كمان معودانا ان هم دايما بيبقوا عند المواقف الصعبه. ده كان اول خبر عشان الناس اللي بتتكلم عن ميدو جابر وليه ما لعبش وليه لعب ومش عارف، يعني خلي الامور الفنيه دايما للناس اللي قايمين عليها. كمان محمد يوسف بيقول ان الاهلي هيلعب مباراه ان شاء الله قبل مباراه فاكس صيف، مباراه وديه علشان يطمن على اللعيبه المصابه وعشان يطمن على اللعيبه اللي كانت بعيد شويه عن المباريات في الفتره السابقه. عندنا قلت لكم مباراه فاكس صيف يوم 23 اكتوبر، عندنا فتره طويله جدا النهارده، اعتقد يوم النهارده 11، علشان كده عندنا وقت طويل جدا ان احنا ممكن نلعب مباراه وديه نطمن فيها على اللعيبه المصابه. عندنا لعيبه ان شاء الله كتير راجعين من الاصابه. عايز افكركم بس بسرعه قبل ما نكمل اخبارنا، الاهلي ناقصه مين؟ الاهلي كان ناقصه مين الفتره اللي فاتت او مباراه الترسانه؟ كان ناقص لنا 17 لعيب، احسبوهم معايا كده، كان ناقص لنا الشناوي وكوليبالي وسعد سمير ومحمد نجيب، بلاش ربيع عشان ربيع كان مصاب اصلا بقاله فتره، علي معلول، ايمن اشرف، احمد فتحي، محمد هاني، حسام عاشور، ميدو جابر، اجاييه، خلينا برضو بلاش اجاي، صلاح محسن ومروان وازارو، وليد سليمان كان راحه معاه، ناصر ماهر، عقوبه اداريه من الجهاز الفني. حوالي 17 لعيب. هنتكلم برضو انا ليه بقول لكم ال 17 لعيب دي؟ عشان الناس اللي بتفهم اللي بيفهم بيريح دايما، لكن في ناس لازم تعيد عليها مره واثنين وثلاثه واربعه عشان يعرفوا ان الاهلي بيلعب بدون فريق كامل. كامل، فريق كامل بالاحتياط بتاعه. كمان لكن اي 11 لعيب بيلبسوا فانيلة النادي الاهلي زي ما اتفقنا قبل كده دايما بيمثلوا النادي الاهلي ودايما بيفرحوا جماهير النادي الاهلي حتى لو الدنيا كانت صعبه شويه. الاهلي في رحلته ان شاء الله للجزائر هيصطحب الشيف الدالي اللي هيكون مشرف على اكل الفريق. اقول لكم بالظبط الخبر، محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال انه تم الاستقرار على اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر لمواجهة الفريق وفاق صيف يوم 23 أكتوبر الجاري. يوسف قال إن قرار اصطحاب الشيف رحلة الجزائر من أجل الإشراف على واجبات اللاعبين خلال تواجد بعثة الفريق في الجزائر. أعتقد إن هو برضو قرار كويس جدا، الشيف برضو المصري، تعرفين الأكل بيختلف من دولة لدولة، ولازم اللعيبة ما بقاش في أي مجال للمغامرة، أنت بتلعب مباراة مهمة جدا مش عايزين أي مجال للمغامرة. إن شاء الله بكرة النادي الأهلي في السادسة مساء هيقوم احتفالية كبيرة جدا بمناسبة 6 أكتوبر وأعياد 6 أكتوبر وانتصارنا المجيد. النادي الأهلي دايما صباك ودايما بيسعى لتخليد الذكرى حسب رؤيته. إن شاء الله بكرة النادي الأهلي في السادسة من مساء الجمعة هيكون احتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالحديقة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة بحضور الكابتن كبير وأسطورة النادي الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين.
تتضمن الاحتفالية تكريم عدد من أعضاء النادي الأهلي والشخصيات العامة ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك عدد من أسر الشهداء. كما يتضمن الاحتفال عرض فيديو للمكرمين يتحدثون فيه عن دورهم في الحرب والبطولات التي جسدها جنود مصر البواسل. ويختتم الحفل النجم الكبير محمد الحلو وفرقته الموسيقية، حيث يجدوا بعدد من أغانيه. نجم كبير طبعا أستاذ محمد الحلو، إن شاء الله بكرة يبقى يوم مميز جدا في النادي الأهلي، في حديقة النادي الأهلي، وإن شاء الله ينورونا ويشرفونا كل الشخصيات والأبطال وأسر الشهداء البواسل. إن شاء الله قناة النادي الأهلي هتكون ناقلة لهذا الحدث. تعالوا نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الأول خليني أقول كل سنة والشعب المصري كله طيب، وأعضاء النادي الأهلي وقواتنا المسلحة البواسل. فعلا دي الأول مرة النادي الأهلي بينظم حفل تكريم لأبنائه أبطال حرب أكتوبر. خلينا نتفق على شيء، وهو أن النادي الأهلي هو رمز من رموز الوطنية في المجتمع المدني، وبالتالي وقواتنا المسلحة هي الرمز الدائم للوطنية في المجتمع المصري كله. فتلاقى هذا الفكر مع فكر مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية، وإحنا كلجان إن إحنا اقترحنا إن إحنا لأول مرة نقوم بتكريم أبطال النادي الأهلي، والنادي الأهلي مليء بالأبطال. وحاجه النقطة دي بصراحة أنا يعني مش قادر أقول لك، أنا الفخر والعز اللي أنا حسيت بيها لما بدأت أتعامل مع هؤلاء الأبطال وقوات كبار وشاركوا في تاريخ ناصع لمصر. فالحمد لله تلاقت هذه الفكرة، عرضناها على الإدارة، على المكتب التنفيذي وعلى مجلس الإدارة. الكابتن خطيب والمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وافقوا على الفور، وبدأنا إن احنا ناخد الإجراءات بتاعتنا وسهلوا لنا كل العقبات بصراحة. أول ما بدأنا وعملنا إعلان، وده كان أول البروسيس يعني اللي احنا عملناه، إن احنا عملنا إعلان في 3 فروع. بدأ يتقدم إلينا أعداد. انتهينا دلوقتي إن احنا بنتكلم ده ما تم حصره من خلال ما تقدم، مخصوص إن هم كلهم ربنا يديهم ألف صحة يا رب، يعني ممكن يكونوا مش متواجدين في النادي يعني، لكن احنا واصلين لأكثر من 58 شاركوا بشكل فاعل. هو مميز. تواصلنا معاهم وعملنا كمان هنا فيلم تسجيلي مع اللي استطاع منهم ان هو يجي يحكي بطولاته يعني، وده ان شاء الله هيتعرض بكره اثناء الاحتفال والتكريم، واعتقد انه هيتعرض على قناه النادي الاهلي النهارده. لكن العدد كان مميز جدا جدا جدا. فوجئنا ببطولات، وده مش غريب على النادي الاهلي خالص يعني خالص، ولا غريب على الاولاد ولا غريب على ابناء القوات المسلحه، شيء مشرف. هو يدرع الامه وسيفها الى الان، سواء في الحرب سواء في السلام سواء في النهضه النهارده الاقتصاديه والانشائيه اللي بتحصل في مصر. فيعني ما شاء الله، الله اكبر، يعني الحمد لله النادي الاهلي غني بابنائه. ان شاء الله هنبدا في السادسه، هنرحب بالساده الضيوف، هنعرض فيلم تسجيلي من الشؤون المعنويه، احنا تواصلنا مع الشؤون المعنويه القوات المسلحه. بعد كده الكابتن خطيب هيرحب بالاخوه الافاضل المكرمين، يعقب ذلك فيلم تسجيلي مع ابطال النادي الاهلي. عندنا فقره تكريميه كده لاهل لبعض شهداء الارهاب الاخير في مصر، وده كان برضو دور من ادوار النادي الاهلي ان احنا لابد ان احنا نقوم بتكريم اسرهم. وبعدين هنتم تكريم كل الساده المكرمين، ثم يختتم ان شاء الله بدأ من الساعه 8 بالفنان محمد الحلو. بالظبط، احنا فضلنا طبعا هو يكون، طبعا محمد الحلو اسم كبير، تاريخ طويل له برضو من الاغاني الوطنيه الكثير. جه النادي الاهلي اعتقد مره واحده قبل كده في الماضي، لكن دي ثاني مره، واتمنى ان شاء الله ان اعضاء النادي الاهلي يسعدوا بالحفل ده، لانه النادي الاهلي باختصار شديد جدا هو النادي الاهلي. احنا دائما بنبحث عن الانفراد، بنبحث عن الصداره، فزي ما بنبحث عن الصداره في جميع الالعاب الرياضيه، فانت بتبحث عن الصداره. واوعد اعضاء النادي الاهلي برضو من الناحيه الاجتماعيه ان احنا ان شاء الله، وانا قلت الكلام ده من حوالي 2 3 شهور، ان شاء الله اعضاء الجمعيه العموميه هيلمسوا تغير في الناحيه الاجتماعيه جوه النادي. اعتقد ده بدا يظهر ولسه هيزيد اكتر من كده، لكن هو ده النادي الاهلي، احنا اتعودنا على كده وتربينا على كده وتعلمنا كده ان احنا لابد يكون عندنا دايما الجديد، وان شاء الله في الفتره اللي جايه برضو في الجديد، وقريبا جدا كمان. اهلا بحضراتكم من جديد، ان شاء الله تكون احتفاليه تليق بحرب اكتوبر المجيده 6 اكتوبر، وتليق ايضا باسم النادي الاهلي في تكريم الشهداء وتكريم الاعضاء
الموقرين. عايز اقول لكم ان وفاق سطيف في الدوري الجزائري كسب النادي الرياضي القسطنطيني باربع اهداف مقابل لا شيء. ما تتخضوش من النتيجه، لان فريق النادي الرياضي القسطنطيني فريق يعني شويه كده في اواخر الدوري بتاع الجزائر، لكن اربع اهداف اعتقد ان هي برضه وزاره تهديفيه. وفاق سطيف فقد الحاسه التهديفيه او فقد التهديف عموما في اخر اربع مباريات، زي ما قال لي زميلي محسن لملوم طبعا المعد الدينامو بتاعنا بتاع القناه الاهلي، طبعا قال لي ان وفاق سطيف اخر اربع مباريات ما سجلش ولا هدف. اقول لكم الاربع مباريات كانت اولى مباريات امام الوداد وانتهت بدون اهداف، وصفر 2 امام الاهلي المصري، ان شاء الله نكسب بنفس النتيجه هناك ان شاء الله يا رب. وشبيبه القبائل 0-1 وكسب مولوديه وهران، لكن مولوديه وهران هو اللي احرز الهدف في نفسه، هدف مقابل لا شيء. عشان كده كان عندهم يعني صيام تهديف، ان شاء الله يستمر هذا الصيام التهديف في مباراه الاهلي القادمه باذن الله. ولكن يعني اربع اهداف اعتقد برضو ان هم بداوا يرجعوا للتهديف، لكن احنا شفنا وفاق الصيف، احنا شفنا كمان النادي الاهلي كان ممكن يكسب هنا بنتيجه كبيره جدا جدا. مش عايز اقول بقى رعونه، مش عايز اقول الاستهتار، لكن هي كانت الظروف كده. كان نفسنا ان احنا نكسب 4-5 تروح هناك وانت حاطط رجل على رجل مطمن جدا، لكن خلينا نعيش الاحداث وخلينا نعيش متعه واثاره كره القدم. لكننا طبعا احنا كاهلاويه مش عايزين نعيشها، لكن ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يحقق فوز هناك، وفوز كبير كمان، وفوز يطمن. عايز اقول لكم ان ملعب الاتحاد بيستضيف تدريبات المنتخب الاولمبي في الامارات اليوم. عارفين كلنا ان المنتخب الاولمبي سافر للامارات علشان في مباراتين ان شاء الله ياخدهم وديتين امام نظير الامارات يوم 12 و15 من اكتوبر الجاري. المنتخب الاولمبي الوطني خاض تدريباته اليوم على ملعب نادي الاتحاد في 4:30 بتوقيت القاهره. بعثه المنتخب الاولمبي وصلت الى مطار دبي فجر اليوم بعد رحله طيران استغرقت 3 ساعات، وكان في استقبال البعثه بالمطار مندوب القنصليه المصريه بدبي ومندوب اتحاد كره القدم الاماراتي ورؤوس البعثه السيد محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد. قلت لحضراتكم المنتخب ان شاء الله يقابل المنتخب الاماراتي يوم 12 ويوم 15 من اكتوبر الجاري. لو معانا تليفون يا جماعه لسه، طيب لغايه لما نشوف تليفون. عايزين بقى نتكلم عن النقاط اللي انا كنت عايز اكلم حضراتكم فيها، مباراة الاتحاد او مباراة الاتحاد والترسانة. تعال نتكلم عن مباراة الترسانة تحديدا. مباراة الترسانة بتلعب بدون 11 او 17 لعيب، كان حاجة طبيعية جدا. اللعيبة لسه طبعا الاصابات والكلام ده كله مبقاش في ايدين الجهاز الفني، انت بتتفاجأ باصابات، بتتفاجأ ان انت عندك مشكلة كبيرة جدا في الغيابات، فبتضطر ان انت تلاعب مجموعة مش معقول هتبدا بيها الدوري او هتلعبها في الدوري في ظل النجوم الغايبه دلوقتي. لكن اللعيبه لعبت مباراه ترسانه امبارح، انت عارفين مباراه ترسانه او مباراه الفرق، ترسانه مش نادي صغير او نادي قليل، الترسانه من اقدم الانديه المصريه، من اعرق الانديه المصريه مهما كان دلوقتي دورها ايه، لكن هو في الاول وفي الاخر اسمه نادي الترسانه. علشان كده المباراه كانت سهله بالنسبه للناس اللي ما تعرفش كويس في الكوره. نادي الترسانه معاهم مدرب احمد كشري، مدرب قدير جدا. نادي الترسانه لما يقابل النادي الاهلي هيقابله بكامل قوته البدنيه والمعنويه وكل حاجه. ممكن تلاقي لعيبه الترسانه بيفكروا في الماتش ده من اول ما عرفوا النادي الاهلي هيلعبوه. عشان كده المباراه زي ما حضراتكم شفتوها امبارح كانت تقيله قوي علينا احنا كنادي اهلي، كمان بنقص الخبرات الموجوده في الملعب واللعيبه الكتير جدا المصابه. فكان نتيجه طبيعيه، لكن الاهلي برجالته قدروا يرجعوا المباراه وقدروا ان هم يحرزوا هدف في الدقائق الاخيره في الدقيقه 90. وانا قلت لكم قبل كده محدش يقول النادي الاهلي خسر مباراه غير بصفاره الحكم او تعادل مباراه غير بصفاره الحكم. احمد الشيخ بيرجع من جديد بيسجل هدف قاتل في الثانيه الاخيره في المباراه علشان النادي الاهلي ينهي هذه المباراه بثلاثه اهداف مقابل هدفين. طلعوا ناس بقى اتكلموا قال لك الاهلي وشكل الاهلي ومش شكل الاهلي والكلام ده كله. فانا بس عايز اتكلم مع جماهير النادي الاهلي في نقطه مهمه جدا جدا. ده هدف طبعا احمد الشيخ القاتل، واحمد الشيخ يا رب ان شاء الله يرجع احمد الشيخ اللي كلنا كنا عارفينه. جمهورنا مش عايزين نكون قاسيين على اللعيبه، واحنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده انا وانتوا، بلاش نكون قاسيين على اللعيبه. اللعيبه زينا بالظبط، اللعيب عنده فيسبوك وعنده واتساب وعنده تويتر وعنده كل حاجه، بيدخل بيشوف كل وسائل السوشيال ميديا عند اللعيبه، فيدخلوا يشوف. فلما يلاقوا جماهيرهم هم
بيتكلموا عليهم وحش او بيقطعوا فيهم او الاداء او 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 الموضوع بيبقى صعب جدا يا جماعه. لو جبنا قبل كده قلت لكم برده نفس الكلام، لو كريستيانو وميسي بيلعبوا وجماهيرهم بيقطعوا فيهم او بيتكلموا عليهم بطريقه وحشه، طبعا مش الجماهير كلها، الجماهير كلها طبعا انا عارف، وحتى الجماهير اللي زعلانه برده اهلاويه متعصبه وعشقنا الجماهير اساسا وعارف اللعيبه عندكم ايه، لكن مش عايزين نبقى يعني اكثر حده. الكلام انتوا عارفين، مش عايز اقول اسماء لكن عادي يعني، الكلام ان صبري مقصر، صبري مش عارف ايه، علي لطفي، احمد ياسر ريان، مؤمن، اللعيبه دي ياما كسبتنا، مؤمن زكريا ياما كسبنا، مش معنى ان هو الفتره دي بيفكر او الدنيا شغلاه او هو بعيد شويه عايز يلعب. لما تيجي تتكلم مع اللعيب نفسه هتحس ان اللعيب من جواه بيموت عشان يطلع احسن حاجه عنده، لكن طبعا صعب ان احنا نوصل كلنا نتكلم مع اللعيبه والكلام ده كله، لكن انا بنقل لكم احساس اللعيبه. انا اتكلمت معاهم من قبل كده ونفسه يعمل ويعمل ويعمل ويمضي، ومؤمن طبعا مدد عقده اكيد حضراتكم كلكم عارفين، لكن مؤمن ياما فرحنا وفرحنا في مناسبات صعبه جدا ويعني بطولات الزمالك كان دايما بيسجل فيها اهداف، يعني ياما فرحنا مؤمن زكريا. علي لطفي حارس واعد، علي لطفي لما جبناه كانت في انديه كتير عايزاه، علي لطفي القعده صعبه قوي للجون، علي لطفي بيغيب عنه خط دفاع كامل مع احترامي طبعا اللي كانوا موجودين، لكن انا بتكلم على الثقه اللي ممكن تاخدها لما يكون قدامك كوليبالي، لما يكون قدامك رامي ربيعه، لما يكون قدامك سعد سمير، لما يكون قدامك محمد نجيب بتاخد ثقه، لما يكون قدامك احمد فتحي ايا كان باك ليفت مين يعني بتاخد ثقه، حسام عاشور شايفه ازاره برضه بتاخد انت ثقه كلاعب، لكن علي لطفي حارس مميز جدا، حارس جيد جدا، ومفيش حد بيجي الاهلي غير لما يستاهل ان هو يكون متواجد بين جدران القلعه الحمراء. فعشان كده بقول لكم خلينا ما نقطعش قوي، ما نتكلمش قوي، ما نبقاش قاسيين على اللعيبه قوي، عشان احنا لازم نكون في ظهرهم قوي ونسندهم قوي، لان دي الفتره اللي لازم نسند اللعيبه فيها. انا مش عايزك تسندني وانا بكسب، مش عايزك تسندني وانا فرحان وانا مبسوط، انا عايزك تسندني وانا عايزك جنبي. دي رساله مهمه جدا كنت حابب اتكلم معاكم فيها. نفس الكلام لاحمد ياسر ريان، مشروع مهاجم كبير جدا، مشروع لعيب كبير جدا، لسه يا جماعه لسه مع الماتشات، مفيش استمراريه في اللعب، يعني شويه بيلعب شويه كتير بقعد. نفس الكلام على لطفي، نفس الكلام صبر رحيل، صبر رحيل اي حد في مكان صبر رحيل كميه النقد، وانا ساعات بقول له يعني لا صبري مش انت، لكن هو اي حد، بس لازم نلتمس له حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان صبر رحيل لعيب مؤدب محترم، عمره ما عمل مشكله، عمره ما اثار اي مشكله، حتى هو بيلعب حتى هو كان كويس. فلازم برضو نقول ان صبر رحيل لعيب مميز جدا في اخلاقه، في سلوكياته، في عدم افتعاله للمشاكل، لعيب مميز جدا كمان في الملعب، لكن الظروف كلها ضده. فعايزين ان احنا نقف في ظهر اللعيبه في الفتره دي تحديدا، مش عايزين اي كلام يا جماعه. لما بدخل بقرا كلام خصوصا كلام اهلاويه انا بزعل جدا، بزعل جدا جدا جدا، ما ينفعش بصراحه، ما تزعلوش مني، ما ينفعش. عايزين احنا دايما بنقولها الحلوه والمر، واحنا اللعيبه في مره لازم نقف معاهم اكتر ما بنقف معاهم في الحلوه. كان عندنا ميدو جابر قبل كده، ميدو جابر وحش وميدو جابر مش عارف ايه وميدو جابر، فاكرين السنه اللي فاتت؟ السنه دي بنقول فين ميدو جابر؟ ميدو جابر غايب ازاي وصاب لازم يلعب؟ هي دي بتلف، الموضوع بيلف، طول ما انت في ضهر اللعيب هيرجع بسرعه جدا، هنفضل نقطم ونكسر، الموضوع هيبقى صعب. لازم طبعا نشيد كمان بدور شريف اكرامي القيادي في الملعب، مش لازم يكون بيلعب، حتى هو قاعد على الدكه الراجل متفاعل جدا، راجل بينزل الملعب بيكلم اللعيبه، وده دور شريف اكرامي ودور كل المحبين والكباتن الكبار للنادي الاهلي، كله ايد واحده. احنا كمان كجمهور لازم نكون ايد واحده في دعم كل اللعيبه اللي محتاجه دعم، حتى لو خد الكره وحطها في جون، شوفوا لغايه فين. حتى يعني الكوره بتاعت صبر رحيل امبارح اللي تسبب في الجون الثاني، اعتقد لو لعيب ناشئ مش هيعمل نفس اللي عمله صبر رحيل، لكن صبر رحيل في حاله انا قاعد انا ماشي انا عليا ضغط انا خايف افتح الفيسبوك، صبر رحيل بيقول لي انا بخاف افتح الفيسبوك، انا بخاف افتح الانستجرام. فيعني خليكوا عندنا رأفه باللعيبه، واعرفوا ان اللعيبه لحم ودم زينا، بيتاثروا زينا، في لعيب بيستحمل وفي لعيب ما بيقدرش، لكن صبر رحيل لعيب مؤدب جدا، مميز جدا في اخلاقه، لازم كلنا نقف جنبه، زي ما لازم نقف جنب مؤمن اللي ياما فرحنا، زي ما نقف جنب علي لطفي، زي ما نقف جنب احمد ياسر ريان، نقف ورا كل اللعيبه ودايما نشجعهم ونسقف لهم لغايه لما يطلعوا من باب النادي الاهلي. طيب نطلع فاصل علشان نستقبل نجم النادي الاهلي محمد الزيات، نتكلم معاه نشوف محمد الزيات، اكيد في ناس كتير
ناسياه. نفكركم محمد زياد كان نجم كبير في عالم الساحره المستديره. ان شاء الله بعد الفاصل نلتقي بهذا النجم الكبير محمد زياد. استنوا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني طبعا نجم يعني صديقي العزيز محمد زياد، نجم الاهلي السابق وانبي السابق والجونه السابق والمصري السابق. يعني بينورني وبيشرفني لاول مره على شاشه النادي الاهلي. نور الدنيا يعني. نورك والله، ربنا يخليك. نورك ايه؟ الحمد لله بخير. انت اختفيت كده وتخنت يا زياد، ودقن وحاجات كده، مش عايز اقول وكيل لاعبين. ووكيل لاعبين يا جماعه. نور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن ميدو. طمنا عليك. الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. انا شغال دلوقتي وكيل لاعبين بعد الكوره. تمام. يعني لقيت نفسي في المهنه دي. احنا لعبنا في الاهلي؟ لا احنا لعبنا في انبي. لا انا قصدي عليك. اه كام سنه؟ لعبت 5 سنين في الاهلي. 5 سنين. اه وخمسه في انبي. وخمسه في انبي. والاتحاد والمصري والجونه. والمصري والجونه. يعني لسه بقى اقول لك بقى افضل فترات حياتك. طبعا انا عارف تقول نادي الاهلي. انت ايه اللي احنا في انبي بصراحه كانت انبي احسن. بص انبي كنت انا كبير شويه. انا بهزر. انبي كنت انا كبير شويه. والانبي في الفتره اللي احنا قعدنا فيها في انبي انت طبعا فاكر. ما كانتش تقل حاجه عن الاهلي في السيستم والنظام. فرق بس بطولات وجماهير. بس مش اكتر. لكن احنا الفتره بتاعتنا في انبي تقريبا كانت افضل فتره في تاريخنا الانبي. اكيد. تقريبا يعني انت فاكر كنا واخدين فيها ثاني دوري. ووصلنا نهائي ابطال كاس مصر. وخدنا فيها كاس مصر. وخدنا فيها ثالث دوري. وخدنا فيها تاني ابطال عرب. دوره المقامه الوقت الدوره القويه دي احنا خدنا فيها التاني لو تفتكر. جيلنا كان قوي في يعني كان حلو. كان جيل مش عايزين نقعد نفكر بقى جمالنا ازعال النادي. وطبعا بمناسبه نادي الاتحاد يا جماعه انا كنت هتكلم معاكم بس عشان ما كنتش اتاخر على الزيات انا قلت اتكلم وهو موجود. نادي الاتحاد لما كسب النادي الاهلي بنتيجه 4-3 زيات كانت نتيجه كبيره جدا طبعا على النادي الاهلي. لكن نادي الاتحاد طبعا برده مش نادي صغير وعنده جماهيريه كبيره جدا. عنده كان جهاز فني جديد بقياده الكابتن حلمي طولان. كانت كل المؤشرات دي انا كنت عارف ان النتيجه ممكن تبقى فيها تعادل او هزيمه لكن انا ما كنتش متفائل قوي بهذه المباراه للظروف اللي احنا كنا فيها والاصابات اللي احنا كنا فيها او لسه فيها كمان. لكن في ناس طلعت من تحت التراب كده. انتوا عارفين في ناس دايما تطلع من تحت التراب في اي ازمه في النادي الاهلي ما تعرفش يطلعوا لك منين. والاهلي بقى وشوف الاهلي واتغلبوا والاهلي مش عارف والدوري والاهلي وافريقيا يعني نفسي اعرف لما تيجي تسال الناس دي تقول لهم مثلا مين اكتر نادي خد الدوري هيقول لك الاهلي. طب مين نادي اكتر نادي خد الكاس هيقول لك الاهلي. طب مين اكتر نادي خد السوبر هيقول لك الاهلي. افريقيا. طب مين اكتر نادي خد افريقيا هيقول لك الاهلي. طب مين اللي راح كاس العالم للانديه هيقول لك الاهلي. طب انتوا مين؟ انا نفسي اعرف بس والله العظيم بجد عشان بيطلع كلام استفزازي ويقعد يستفز فيك انت كحد مشجع اهلاوي او مثلا او لعيب نادي الاهلي استغلبوا الاتحاد وحفله طول اليومين. هم لا يملكوا غير كده. انا بتكلم في العموم. لا يملكوا غير كده. احنا اصحابنا كلنا كده فعادي احنا خلاص اتعودنا يعني. شوف وانا ما برضاش ادوس على حد والله زي لا لا معلش قدر الظروف اللي هم فيها. معلش قدر الظروف اللي هم فيها. ولما تيجي تقول له بقى الحاجات دي يسكت تلاقيه راح قافل الفيسبوك وجاي. على فكره دي ثاني هزيمه للاهلي تقريبا ان شاء الله. ما انا بقول لك بيطلعوا من تحت التراب. يعني دي ثاني هزيمه او ثالث هزيمه بالظبط في الدوري بالسنه اللي فاتت. ايوه كانت الاغنيه بتقول ايها القائمون ولا ايها الايه اللي ركضونا تحت التراب. منور يا زياد. منورك ربنا يخليك. احنا قلنا الاهلي بدات فيه قعدت فيه 5 سنين. طبعا ابرز ماتشات انت لعبتها في النادي الاهلي واللي انت عمرك ما تنساها. نهائي كاس مصر اللي خسرنا فيه. نهائي كاس مصر. للاسف يعني اللي نزلت انا شوط ثاني كان وكنا قريبين ان احنا نكسب كنا مهاجمين وضيعنا ضربه جزاء محمد جوده على ما اعتقد. كان تقريبا وبعد كده امير اتصاب في اخر 5 دقائق فشال محمد. محسن لملوم. بص محسن لملوم ما شاء الله قال لي محمد جوده على طول. محسن طالما قال خلاص ماضينا كده. واتصاب في اخر حوالي 5 دقائق وكلنا جون كده في الاخر. انت اتصبت؟ لا هو امير اللي اتصاب جاله كسر في الشظيه. امير عبد الحميد وقف طبعا شادي باين؟ شادي اللي وقف. شادي اللي وقف. كان حارس جامد. لبسنا الجول. مع الاعتذار طبعا لكابتن شادي ده حبيبي. كان ماتش المقاولين. كان ماتش المقاولين. المقاولين كان الماتش ده كان الكابتن حسن شحاته كان المقاولين تالي كان في كويس. عوده وكان اسلام شكري
كان ناس كتير على ما اتذكر يعني ما اعرفش المعادي كان موجود برضه تقريبا في الزمالك. كابتن حسن شحاته راح بعدين المنتخب شيكو اسماعيلي اهلي زمالك المقاولين كسب كان معاه في منتخب الشباب وعمل نتائج كويسه قوي كابتن حسن. كابتن حسن مدربين الجمال جدا محترمين يعني. زياد انت ايه حكايتك مع الاصابات؟ كتير قوي. انا كنت دايما اسالك السؤال ده بس طبعا انا عايز الناس ايه موضوع الخلفيه؟ لا زياد عنده انوميه يعني احنا قعدنا مع بعض سنه في انبي لا كتير احنا قعدنا يجي ثلاث سنين في انبي ثلاث سنين في انبي مع بعض. كابتن علاء كان بيحبك وبعد بس انا الحمد لله كنت لعيب كويس صح ولا لا؟ كنت جامد. لا لما كنت تبقى فورمه بتبقى رخم السكين اللي هم اللي عارف اللي هو دايما تحس بنفسه كده في الفرقه ربنا. وانت بصراحه ميدو برضه يعني حتى كنت بكلم كريم ذكري صاحبي يعني بقول له انا اصعب الفراوده اللي مسكتهم في حياتي لان هو ما بيبطلش حركه. انت كنت دايما بتحرك كتير خفيف. انا ما بحبش الفراوده اللي كده. احب الفرود اللي هو بيحب يخطف فامسكه فسهل ده. الاصابات الاصابات قول لي الاصابات كان ايه سببها وكنت تحس بايه لما كنت تبعد بالشهور؟ بص انا بنيت الاساسيه الحمد لله كسرعه كقوه كجامب كانت كويسه بالذات السرعه فدايما عضلاتي تقريبا ما تبقاش جاهزه فممكن اجري سبرنت يكون سبرنت اقوى من حجم العضله فالعضله تنتش مني فدي كانت مشكلتي دايما كانت عضلاتي مش 100% فت لا كان بيبقى فيها سنه ارهاق تعب بسرعه هي كانت حاجه بتاعت ربنا لكن ربنا كان رازقني برضو بحاجات كتير تانية كانت معوضاني الكلام ده زي السرعه زي الجامب انت عارف الحمد لله كان جامب ما شاء الله الحمد لله خدت كفايتي يعني من الكوره لعبت لغايه 29 سنه 29 سنه الحمد لله ده انا كنت لسه بادئ بقالي سنتين انت بقيت 25 صح؟ بقيت 25 وشويه بس عملت يعني سجل حافل والله ما لحقتش العب والله زي يعني دايما بسال النجوم اللي بيشرفوني هنا وانت خارج من النادي الاهلي بيبقى احساسك ايه؟ انا كان المفروض ان انا اقعد انا اتظلمت لا انا متيقن ان انا كان خلاص مفيش دور احسن ان انا امشي كان احساسك ايه ساعتها؟ كان الشعور اللي مسيطر عليك؟ انا عايز اقول لك حاجه انا كان ساعتها سني تقريبا 21 سنه وكنت لسه بقولي هادي في الكوره وكان عندي طموحات مش طبيعيه بقى في النادي الاهلي ان انا العب بقى وكده بس شاءت الظروف ان ساعتها كان في تخمه في المكان بتاعي سبحان الله دلوقتي مفيش تخمه خالص بنشوف اي بنشمشم عليها مسافه فكان ساعتها في سبعه في المكان بتاعي وكنت صغير ساعتها فرحت رحت انبي والحمد لله كان اختيار يعني صائب انبي برضه نادي كويس جدا بس الاهلي طبعا حاجه ثانيه لغايه دلوقتي في ناس بتقابلني فاكرين لعيب الاهلي لغايه دلوقتي مش انت اللي كنت فاكر الاهلي طبعا كل الناس عارفك اهلي شعبيه جارفه انا سافرت في مره وانا صغير وانا عندي 19 سنه 20 سنه وكان جنبي عماد متعب يعني انا فاكر الموقف ده كويس قوي كنا في منتخب الشباب ساعتها فواحد من سوريا قال لي انت لعبت لعبتين مع الاهلي وبس كده مش فاهم بالظبط اقول له يعني ايه؟ قال لي لعبت لعبتين مع الاهلي في سوريا وانا لسه صغير ولعبت فعلا ماتشين بس مع الاهلي فلقيت عماد بيقول لي ده بيقول لك انت لعبت ماتشين مع الاهلي قلت له ياه للدرجه دي يعني فالناس في شتى انحاء مش هقول لك العالم الوطن العربي الاهلي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا جدا انت هتقول لي انا كنت في النادي الاهلي كنت بعمل حاجه كده قريب يعني وقابلني حد سوري راجل كبير يعني مش صغير مش يعني في اواخر الاربعينات كده والله العظيم يا زياد كلامه الاقي بيعيط طب يا طب بتعيط ليه؟ يقول لي انا لما بتكلم عن الاهلي لازم اعيط راجل محترم وبناته واقفه معاه عارف احساس طبعا قلت ايه ده؟ ايه العظمه اللي في قلوب خلي بالك الناس من النادي الاهلي انا من ناشئين الاهلي دايما اللي يقول لك انا من ناشئين الاهلي ده اعرف اللي هو اتربى على حاجات معينه طول حياته ماشي عليها اول حاجه سالتك السؤال ده اول حاجه عدم الهزيمه ما بحبش اخسر خالص يعني التعادل ده اللي هو حاجه مش حلوه دايما انت احسن من اللي قدامك حتى لو قدامك ده احسن منك دايما انت جواك في قرارات نفسك اسمعوا الكلام ده خلي بالكوا ده الكلام اللي اتربوا عليه الناشئين في النادي الاهلي وبتربوا عليه والله فعلا دايما انت احسن من اللي قدامك ناقص مش ناقص فت مش فت انت احسن من اللي قدامك انت نازل تكسب ده اللي بيفرق الاهلي عن اي فرقه ده اللي بيفرق الناشئ كمان اللي بيطلع من لو تاخد بالك اي ناشئ بيطلع من الاهلي بيكمل في النادي ما بيمشيش من الاهلي لانه عنده الحته دي حتى لو امكانيات اللي جاي من بره اعلى منه بيكمل بالحته دي القلب الحماس الروح اللي عنده ان هو يعني عندك مثلا امبارح لعبه ترسانه جبنا جون في دقيقه كام؟ اخر سنه الفرقه اول مره تلعب مع بعض تقريبا كنت بتكلم على الماتش ده قبل ما تيجي في اخر في الدقيقه 88 او 99 لا حاجه بتهيألي حاجه 90 او اوائل التسعين اهو كان في الدقيقه كام 88 او 89 انا فاكر لا دي الاجوان من الاول ده الاول
فلك انت تتخيل الناس ما بتلعبش يعني تقريبا لو اي واحد فيهم بياخد فرصه في نادي معين هيقول لك يا رب اطلع كويس وخلاص. ده ركز في الجون الاول هتلاقي اللعيبه داخله تجيب الكره من جوه الجون. ايوه بصوا لسه بدري. ايوه ثلاثه رايحين يجيبوا الكره من جوه الجون. ده اللي بيميز الاهلي. يعني هقول لك حاجه عميده بصراحه، نادي الزمالك لو جيت توزن كل فريق كل لعيب بالنادي الاهلي هتلاقي عندهم تخمه وعندهم وفره وعندهم احتياطي مش طبيعي. من زمان بقول كده انا بقول كده. لكن لو جيت تبص على النادي الاهلي هتلاقي دايما احنا عندنا شويه نقص في مراكز معينه بس بيلعب بيعوض. يعني مره كان المذيع التونسي اللي هو الشغال قال كلام عظيم عن النادي الاهلي. طبعا قال لك هو من جواه عارف ان هو احسن واحد في الدنيا عشان كده بيكسب. كله بيتكلم على النادي الاهلي وبيتكلم عن روحه وبيتكلم عن القلب وبيتكلم. محمد شريف لازم نبص له بصه اكبر من كده شويه. لاعب كبير يعني الكلام ده طبعا اكيد الجهاز الفني عارف محمد شريف. محمد شريف كل ما بينزل بصراحه بيأدي. وانا انا عن نفسي بستغرب محمد شريف ليه مش ليه دور اساسي مع الفريق. لعيب كبير فعلا. لعيب كبير وعنده حساسيه على الجون بطريقه مش طبيعيه ودي مهمه جدا. انت ممكن تجيب اربع لعيبه تحت الفرود كويسين جدا بس فيهم ثلاثه لعيبه مثلا على الجون مش قد كده بيصنعوا فرص. بيفكرني بمحمد ناجي جده في عزه. بس هو امهر شويه محمد. ايه؟ لا أمهر. انا بكلم في خطفته للاجوان. محمد جده على الجون مش طبيعي. خطفته للاجوان. لا ده محظوظ ازاي ده محظوظ. يعني مش عايز اتكلم عليه عشان هو دلوقتي بس هو عشان تعبان. طبعا انا بدعي لمحمد ناجي جده ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامه. اصابه كبيره جدا في وشه. لا اكيد كل الجماهير الاهلاويه يعني هتدعي له ان شاء الله يقوم بالسلامه. اصابه كبيره جدا في وشه وعمل عمليه في وشه مش كسر بقى العظم من جوه اتفتت. لا فالموضوع ان اتعمل له شبكه ووشه جد دلوقتي يعني انا لولا ان انا كان في ناس قاعده معاه انا ما كنتش عرفته والله العظيم. زي من وشه يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع احسن من الاول. كويس ان انت يعني جبنا الحديث على محمد ناجي جده. الف سلام عليه. بقول لك اي لعيب يعدي ال 30 او بالذات ال 32 وبيلعب في الدوري المصري ده يحترم ترفع له القبعه على طول. احنا عانينا. انت قعدت لغايه 36 صح؟ انا لا تسع انا يعني اخر ال 41. بسم الله ما شاء الله. ما انا ما لحقتش ازيات. ما هو كل اللي لسه عادي انا لعبت كل ده يا جماعه. انا ما لعبتش يا جماعه والله العظيم. لا المشكله في ايه بقى؟ ان انت من اول بس الكلام ده اول حد كسره كان حسام حسن قعد يتحمل وحسام انت عارف بيدخل في الحيطه. فهو اللي فتح سكه ان انت تكمل لبعد ال 30 وال 38 وانت ايه ده؟ 31 سنه ده انت كبرت جدا. انا فاكر برضه انت مشيت من الاتحاد عشان قلت كلمه حق ساعتها انا فاكر. لا يعني وقفت وقفه كويسه مش يعني برضه قول لي احساسك وانت طالع من النادي الاهلي تاني. انت بقى خلاص كان عندك طموحات كبيره جدا وقالوا لك يا زياد انت خلاص. انت كنت متوقع ان في نهايه جايه ولا كنت متوقع انت هتكمل؟ خالص. انا فوجئت. انا فوجئت ان انا ما عديت السن وكنت بلعب. كنت راجع من كاس عالم. كنت لسه رايح كاس عالم مع منتخبي وطالعين من الارجنتين بهدف ذهبي وعاملين بطوله كويسه. ففوجئت ان في وفره عاديه في مكاني وفوجئت ان انا هيبقى ترتيبي بعيد قوي. فانا اللي طلبت ان امشي. انا رحت وطلبت ان امشي لان مش هلعب. مش هاخد فرصه. والنادي الاهلي عشان يعتمد على حد صغير بياخد وقت شويه. لازم يكون مكانك ما فيهوش حد عشان تاخد الفرصه وانت وجد عندك. فاخدت القرار ان امشي. اول ما اخدت القرار ان امشي الحمد لله جالي كل انديه مصر. من اول فوق لغايه تحت. من اول الزمالك. صعب ما كانش هينفع اروح الزمالك. لاني على قوه الاهلي. فكابتن علي عبد الصادق كلمني وعلى طول اول ما كلمني رحت له الشركه ومضيت على بياض وخلصت من الاهلي. حبيبك. انا ورضا شحاته. حبيبك كابتن علي. في نفس انت السنة. ما انت ورضا شحاته ما عندكوش فكره. نبارك له عشان مسك في لجنه التعاقدات في الاهلي. طبعا. الف مبروك رضا وربنا يا رب يكرمه. واللي بيعملوه في النادي الاهلي دلوقتي ده حاجه عظيمه ان هم بيحطوا كوادر جديده وكوادر شابه. كوادر اهلاويه. فده حاجه يحترم عليها. لا شاب مين ده كبير. ويفضل يقول لي انت اكبر مني بكتير اكبر مني. لا رضا شحاته. رضا شحاته حد محترم جدا 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 وكمان عنده كفاءه في الشغل وعنده اخلاص وعنده اكيد طبعا يعني انتوا عارفين رضا شحاته اكتر مني كمان. لكن هو حاجه جميله جدا حاجه تليق بالنادي الاهلي وكان قرار صائب من محمد فضل طبعا وكل المسؤولين في النادي الاهلي ان هو اختاروه كنائب لمدير التعاقدات اللي هو محمد فضل. ان شاء الله كل التوفيق ليه يا رب في الايام اللي جايه باذن الله. انت قلت لي ان ماتش المقاولين كان اصعب ماتش بالنسبه لك بعد كده خلاص رحت انبي هتعمل حياه جديده في انبي صح. قلنا خلاص احنا مش عايزين نقعد نقول فروقات كتير لكن انبي كان اياميها كان انبي لسه طالع
كان لعيبه الاهلي كانوا بيحسدونا ساعتها. لا والله لا كل مصر كان بيحسدنا. كل مصر كان بيحسدنا. الكابتن علاء الصديق كان عامل طفره في انبي طبعا مع كل الناس في انبي، كانت حاجه كانت مؤسسه محترمه جدا لسه لازالت مؤسسه انا برضو عايز اوجه شكر للراجل العظيم قوي اكيد انت المهندس سامح فهمي طبعا ده طبعا يعني هو بعد عن الانظار خالص كويس قوي احنا هنشكره الوقت لان الراجل ده عمل طفره رياضيه في مصر كلها مش في نادي انبي بس عمل السادات وعمل انديه وعمل ثلاث انديه ساعتها لو تفتكر او اربعه كنا احنا والبترول بتروجيت وجاسكو اربع فرق اسروا الحياه اسروا الحياه الرياضيه لا هو عمل انا نفسي وزير برده كده يجي دلوقتي يعمل كده يعني يحط برده ايده في الرياضه غير وزير الشباب هو عمل حاجات كتير جدا عشان كده الحمد لله ان ربنا وقف جنبه يعني في الازمه اللي كان فيها من كل من اعمال خيريه طبعا مش هينفع اقول اللي كان بيعمله ايه لكن هو راجل خير جدا وراجل عارف يعني ربنا يكرمه وطبعا عشان طبعا انت فتحت بقى انبي مش عايز انسى طبعا المهندس سعيد الصرفي كان راجل يا جماعه برضو حاجه كده شكل شخصيات النادي الاهلي الكبيره قوي اسمع عنه يعني ما شفتوش بس اسمع عنه دخلت بقى كان نادي انبي بطموحات جديده وكابتن علاء طبعا الدنيا كانت جميله جدا عندنا الحمد لله برضو قول لي ذكرياتك في نادي انبي كانت ايه؟ اولا انا كنت صغير كنت 22 سنه ساعتها وداخل على جيل احلى جيل لعبت معاه كوره والله العظيم انا بقولها في اي حته احلى جيل لعبت معاه كوره كنتوا انتوا كلكم يعني كان الفرق بيني وبينكم كان تقريبا خمس سنين تقريبا بس انتوا كنتوا يعني روحكم كده مع بعض انت ومجدي عبد العاطي وهاني عبد الله وسمير صبري وسمير صبري وكان معاكم صاروخ روخة مش طبيعي كان في مين تاني عشان ما انساش عمرو زكي شنح معتز حامد عصام محمود عصام الحديدي هيصل الحديدي اسامه حسن اسامه حسن اللي مقطعنا بس فكان كان جيل رهيب كان جيل حلو يعني اي حد يخش جواه يحس اللي هو منه وعملنا مع بعض يعني سطرنا تاريخ نادي انبي فؤاد سلامة فؤاد سلامة طبعا ناس كتير ناس حتى كانت معايا في الديفنس محمد جابر عمرو عبده حقيقي بالظبط بسم الله ما شاء الله كان مجموعه مش طبيعيه في ناس دخلت علينا بعد كده احمد عبد الظاهر جالنا فكانت ايام جميله قوي خدنا انا اول سنه رحت فيها خدنا تاني دوري وخدنا كاس مصر مجدي عبد العاطي في النهائي ولعبنا ابطال العرب بعديها وخدنا تالت السنه اللي بعديها يعني ما كانتش طفره خدنا تالت وخدنا تاني ابطال العرب مع فرقه تقيله زي الرجاء كانت فرقه تقيله ساعتها خسرنا هناك 2-1 وخسرنا هناك 2-0 وهنا 2-1 لو تفتكر الشرميتي فاكر الماتش اللي هنا عشان انا توقفت ما رحتش الماتش وبيومي كان ماسك الشرميتي ساعتها بس هم كانوا مش طبيعيين زي الماتش ما كانوش طبيعيين كانوا جامدين يعني احنا لا كان في حاجات غريبه احنا كلنا قلنا هم واخدين منشطات احنا الماتش اللي هناك صواريخ عندنا الماتش اللي عندنا خسرنا فيه 2-1 نفس هجمتين مرتدين فرق سرعات لا كانوا مش طبيعيين تعالى نبعد شويه بقى عن ايام انبي والاهلي والسوشيال ميديا السوشيال ميديا فرقه بالايجاب ولا بالسلب احنا كان على ايامنا السوشيال ميديا ما كانش في سوشيال ميديا كانش كده كانوا قليل قوي كان دريم بس كابتن شوبير وخالد غندور في حاجه تانية بس تفتكر الموضوع فرق بالسلب ولا الايجاب لا طبعا بالايجاب طبعا بس كل واحد حسب هواه بقى يعني انت ممكن انا بتكلم على لعيب الكوره اللي هو بيشوف فرق السماء والارض انت عندك كميه مواهب يعني واحد زيك انت قعدت لغايه 25 سنه 26 سنه ما تعرفش كوره ليه؟ عشان ما كانش في وكاله ما كانش في ميديا ما كانش في تصوير هجي لك على موضوع الوكاله ما تقعدش تستاذ هجي لك فدلوقتي لو في ناشئ عنده 17 سنه اللي هو السنه اللي هي ايه الحرجه اللي في حياته من 17 ل 19 سنه في السن ده بيلاقي 100 واحد يبص عليه معاه فيديو معاه فيديو بتبعته في ثانيه فيبدا المدرب يبص عليه فيقول لك هاته زمان على ايامنا ما كانش في الكلام ده ما كانش في حاجه لعيبه كتير كانت كويسه واحسن مننا حوالين الكاميرا عشان حد يستضيفنا يعني دلوقتي انت بتقول له معلش اصل انا مش قادر اتكلم دلوقتي خلاص هو عادي هتيجي بكره هتيجي بعد هتيجي بعد بالظبط ما هو شايف 50 كاميرا بتلف حواليه فدلوقتي لو في لعيب موهبه في الصعيد بتعرف تشوفه ففرق بس في ناس بقى بتحرف في الميديا بطريقه مش كويسه يعني مثلا من كام يوم قال لك كابتن عادل القيعي طلع قال لك احنا عايزين نلعب قدام تحجد اخش على الفيديو الاقي ما قالش الكلام ده وكل الناس تقول لك ده كابتن عادل القيعي قال كابتن عادل القيعي قال ما هو الاهلي دايما ماده خصبه للي هم ليهم طموحات ثانيه ايوه هو الاهلي لما اتكلم على الاهلي يعني شفت انت العنوان شدك فدخلت بالظبط ففي ملايين بيعملوا كده يلاقي الاهلي في جمله مفيده ودلوقتي طبعا اللي هم الناس الخبيثه بتعمل كده يروح كاتب اسم الاهلي في حاجه عشان انت تدخل تقرا تفتح الخبر هو يستفيد ماديا ده اللي يغيظك ان في ناس شيرت الخبر بالظبط يعني على الفيسبوك لقيت ناس كتير من اللي معايا مشهورين ان كابتن عادل القيعي عايز يلعب مع اتحاد جده في ماتش السوبر وراجل ماشي كده
بالظبط ده لها كتير جدا. احنا انت عشان انت لسه احنا في قلب الموضوع فلا حاجات كتير جدا زيات. يعني انت بتقول ان السوشيال ميديا فرق بالايجاب. ويعني لو قلنا نسبه وتناسب نقول كم ايجاب وكم سلبي؟ كم في يعني 75% ايجاب 75% ايجابي والعصبيه بتخش في 25% العصبيه والتوتر. طب انا قبل ما حضرتك تيجي انا كنت بتكلم على انتقادات الجماهير للاعيبه النادي الاهلي. شايفها ازاي؟ وشايف ان انت كلاعب في النادي الاهلي لما تدخل بقى دلوقتي السوشيال ميديا كلها الزياد ده لازم يمشي والزياد بصراحه انت كنت وانت كنت لما تحسها لما تشوفها من جماهيرك انت ممكن تحس بايه؟ والله انا مع مصلحه الفريق. يعني انا فعلا مع التغيير. في لعيبه لازم تغير في النادي الاهلي. في لعيبه لازم تمشي من النادي الاهلي. في لعيبه خلاص ما عادش هتدي تاني ما عادش مستواها هيعلى وبقى خلاص حاسين ان هم بدا يخش في دور الموظف شويه وده مش موجود في النادي الاهلي. في لعيبه صغيره لازم تروح تغير عتبه زي مثلا هو يعني جاري كريم نيلفيد لعيب كويس قوي. الناس بدات تحس ان هو ايه مش مرغوب شويه بس هو لعيب كويس قوي لعيب كويس قوي لازم يروح الاول فرقه يغير عتبه وهيرجع تاني للاهلي. كان في رجله مش طبيعي وهيرجع تاني للاهلي بس هو محتاج بس ايه ياخد خطوه جديده. انت قصدك تقول ان مهما يعمل خلاص الناس شافته مش كريم الانطباع انا بتكلم على ناس لسه مش هذكر اسمها لا مش عايزين نقول اسماء بس احنا كواجبنا زيات ان احنا دايما ندعم اللعيبه دي لغايه اصل احنا مش هنفهم اكتر من الموجودين. انت تدعم لعيبه صغيره ولا وحتى انا ده انا عن نفسي بدعم اي لعيب لابس الفانلة الحمراء لغايه لما النادي يقول له انا هقول لك حاجه لغايه لما النادي يقول له شكرا بس انا هقول لك احنا خلي بالكم انا اسف زيات احنا ياما يا جماعه دعمنا مش عايز كلامي يعني احنا ياما دعمنا لعيبه وياما دعمنا مدربين واحنا عارفين من جوانا ان هم يعني ما يستحقوش ان هم يكونوا في النادي الاهلي لكن بندعمهم وبندعمهم بكل ما يعني ربنا ادانا من قوه علشان هم في النادي الاهلي لازم هو ده دوري. انا بصراحه انا قصدي عشان بس الموضوع يتفهم صح. واحد زي كريم نيلفيد ده خرجه عاره هيرجع لك تاني وهيرجع لك احسن من الاول. الكبير خلاص يعني واحد معدي ال 30 وواحد معدي ال 29 خلاص لو خرج بره النادي الاهلي مش هيرجع تاني مستحيل. بالظبط انا قصدي في كام لعيب صغير في النادي الاهلي لازم ياخدوا فرصه كويسه في انديه تانية. زي نيدفيد لما طلع حرس قعد في فرقه حرس في الدوري الممتاز عمل طفره مش طبيعيه وكان لسه صغير. لو كان خد فرصه تانية وكان كمل كان عمل شغل كويس. في لعيبه في النادي الاهلي نفس النوعيه استفيد بيها في اعاره ويرجعوا لك تاني. اللعيبه الكبيره لازم خلاص بقى ولازم تجيب صفقات كويسه تشيل النادي الاهلي لازم. المواضيع السنه دي ما اتعملش بشكل ايجابي شويه يمكن اول ظروف الانتخابات وظروف المجيء متاخر وكلام من ده. فان شاء الله الواحد يامل في اللي جاي ان هو يعملوا صفقات محترمه ان شاء الله ان شاء الله. لكن قول لي برضو انت كوكيل اعمال دلوقتي شايف سوق الانتقالات او العنصر المادي او التقييم للعيب بنسبه كام حقيقي؟ في انديه محترمه طبعا سؤال صعب. لا انا بقول لك اللعيب ماليش دعوه بالانديه يعني انا ميدو مثلا حاطين فيها 30 مليون جنيه لا الاسعار في مصر مبالغ فيها دلوقتي بنسبه كام الاسعار الحقيقيه؟ يعني حاليا في اصل في لعيبه وفي لعيبه اصل هي نسبه وتناسب بصراحه ما اقدرش اقول لك كل لعيبه احسن لعيب في مصر ما يعديش ال 10 مليون ما يعديش ال 10 جوه مصر جوه مصر بره مصر براحتك تمام حسب بقى الطفره اللي في ايدك او الموهبه اللي في ايدك. بتعرف ان في لعيبه بتبقى اغلى من لعيبه بتروح الدوري الانجليزي؟ انا عارف انا عارف. هم ليه المصريين كانوا متاخرين في الاحتراف قوي؟ انا لما دخلت في المجال عرفت ان الوكلاء بينزلوا يجيبوا لعيبه نفس الكواليتي يمكن احسن شويه واكثر التزاما من افريقيا ب 500,000 400,000 هنا اقل حاجه النادي اي حاجه اي نادي بيطلب 3 مليون و4 مليون انا بتكلم دولار مش هناك لا بيشتروا بالظبط فتلاقي مثلا نيجيريا عندها 3,000 محترف وممكن اكتر كمان فالحال العالم كلها عندك مصر هتعدهم على صوابعك هو ده الفرق بين ده وبين ده. انا عجبني جدا نادي بتروجيت لما ساب اللعيب بتاعه وراح جنت البلجيكي 500,000 عجبني فان شاء الله يعني لو ربنا كرمه ونجح هينضم لمنتخب مصر وهيفيد منتخب مصر وهيفيد مصر عامه. ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ انبي من الانديه المحترمه اللي بتسيب اللعيب مبلغ مش كبير بس بره مصر جوه مصر بيدخلوا انديه في بعض بيعلوا السعر بيستغلوا الفرصه صح ما انا صح. يعني انا شايف الدنيا ماشيه فانا استغل الفرصه. ثلاث انديه تسويقيا كويسين جدا انبي سموحه مقصر ثلاث انديه دول بيستثمروا كويس قوي والشاطر اللي فيهم قوي باشمهندس فرج عمر بيعرف يبيع كويس قوي. هو طبعا محترمين طبعا ليهم طبعا لكن هو انا مش شايف ان هي تميز اكتر ما شايف ان هو الطلب كتير جدا معك حق. الطلب كتير جدا يعني بس انت بقى ساعه البيع بقى ساعه البيع
بالظبط بالظبط بالظبط. وانا ساعه ما انا قاعد حاطط رجلي على رجلي وشايف ان انا عندي سلعه بفلوس كتير جدا ممكن اصبر عليها لغايه لما تستوي كمان شويه. نادي المقصه يعني حسبها غلط شويه. بدا يجيب من الدرجه الثانيه ويبيع، يجيب من الدرجه الثانيه ويبيع، فوقع فوقع. باشمهندس راجع عمرو بيجيب مثلا خمس لعيبه في السنه بيدخل منهم اثنين في التشكيله او ثلاثه ويبيع واحد او اثنين بالتشكيله كلها سواء جاي السنه دي او السنه اللي فاتت، فالقوام الاساسي عنده ثابت. امبي بقى له فتره في القصه دي عشان بيبيع كتير برضه، امبي كل سنه تقريبا بيبيع ثلاثه واثنين ثلاثه واثنين، بس امبي غير المقصه شويه، امبي عنده قوام اساسي. ده عنده قاعده ناشئين مميته يعني مرعبه. احسن ناشئين في مصر. بالظبط. في امبي. مع الاهلي مع المقاولين. كابتن امام محمدين بصراحه بيجيب لعيبه من ده رهيب رهيب، ده انا مش عارف مش طبيعي يجيب لعيبه يعني اصلا بتلمع وبتقعد تروح وتيجي لوحدها كده. عنده في كل حته واحد. عنده واحد بس اللي انت تعرفيش بقى. امام محمد اقول يا كابتن امام ولا بلاش بلاش. عنده في كل مكان مش اقل من 3 4. وبعدين كمان المشكله ان كابتن امام مش بيدي الناس فلوس، كله بيدي الناس فلوس، المشكله ان الناس بتحبه. هو محبوب فهو اول لعيب يروحوا رافعين السماعه على الكابتن امام محمد. وهو اصيل يعني، حتى جيلنا القديم كله لما بطل قعد يجيبوا واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يشغل في النادي. بالظبط بالظبط. لا ده كمان ده هو لو في ايده الامور كان ما خلناش نروح في حته ثانيه بقى يا عم زيار. رجعت كده. يعني انت قلت لي ان القيمه الحقيقيه 10 مليون. ده قيمه يعني اغلى لعيب في مصر جوه مصر، يعني انت بتتكلم في دوله برضه احنا اقتصاديا مش عاليين قوي، احنا اقتصاديا. طب شايف قرار اتحاد الكوره اللي هو خلى اللعيبه الشمال افريقيا لعيبه شمال افريقيا بيعملوا معامله اللعيب المصري؟ اكيد عارف القرار. بص على المستوى الشخصي كوكيل لاعبين افرح بالقرار ده. طبعًا. بس على مستوى فائده الكره المصريه لا هيضر بالكره المصريه. قولا واحدا هيضر بالكره المصريه. طب ليه؟ هقول لك ليه. حسب العدد اول حاجه. يعني تفتحها ولا تخليها اثنين لعيبه؟ قال لك هيكرروا في شهر 12. لو فتحها انت هتموت مراكز معينه عندك، يعني مثلا في ازمه في مصر في مركزين، في الباك ليفت والسنتر فيلد والسنتر فيلد، وعندنا برضه مساك خلي بالك مساك برضه عندنا والسنتر فيلد فعلا. عندنا ازمه كبيره في السنتر. لو انت عوضتها من شمال افريقيا جبت خمس ست فراوده في خمس ست انديه كبار خلاص الموضوع مات، مش هيبقى عندك حد طفره يلعب في الانديه الكبيره دي يجي يلعب عندك في المنتخب. طب انا السؤال دلوقتي، السؤال اللي مجنني انا شخصيا يعني ما الدوري الانجليزي زي الفل شغال والدنيا هناك مفتوحه فتحت السنين. انا كالشعب المصري ده كله احنا بقينا معديين 100 مليون اكتر من 100 مليون مش عارفين نطلع لعيبه تغطي على اي لعيب. يعني انا خايف ليه؟ انا كواحد مصري عندي نادي مثلا اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين مصري ايا كان، انا ايه اللي مخوفني؟ ده انا عندي كميه، ده انا يا زيات انت ادرى مني في القصه دي، كل مصر كل اهالي مصر نفسها تشوف ولادهم لعيبه كوره. اه والله فعلا فعلا. انت متخيل كم مليون واحد بيروح اختبارات نادي الاهلي؟ كم مليون واحد بيروحوا اختبارات نادي انبي؟ اقول لك حاجه المقاولين. اقول لك حاجه، احنا زمان كنا ممكن نلعب في الشارع، كنا ممكن نلعب في الرمله، ممكن نلعب على البحر. بالظبط. حابين الكوره نفسها فالكوره بتدينا واحنا صغيرين. يعني احنا ثقلنا نفسنا بنفسنا. دلوقتي بقى اكاديميات وممنوع اصلا تنزل حد ابنك تسيبه في الشارع او كده عكس زمان. زمان كان فيه شويه امان. الموهبه دلوقتي قلت شويه القوه الجسمانيه قلت شويه عكس زمان. الموهبه قلت ولا المدربين هم اللي قللوها؟ المدربين هم اللي قللوها. انت لو جيت انت انا عارفك برضو حقاني وصريح، الموهبه ما بتقللش. لو جيت تبص على اي تدريب ناشئين في مصر لو جيت تبص على اي تدريب ناشئين في مصر هتلاقي مثلا يعني الا من رحم ربي مفيش حاجه بتثقل بيها موهبه الناشئ. يعني انا شايف مثلا واحد سريع 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 سرعه خرافيه ازود له حته المهاره، ازود له حته التحرك، ازود له حته الهيدرز مثلا. في مدربين زمان على ايامنا كانوا بيثقلوك وانت صغير، يدوك مواهب اكتر من اللي عندك او يدوك المقص اللي عندك. ده اللي انا بتكلم فيه، انت عندك خامات كبيره جدا وكتيره جدا. صح. فانا ليه خايف ان انا اجيب لعيبه من شمال افريقيا؟ انا شايف ان الموضوع عادي. هو الموضوع كتسويقيا حلو لكن هياثر على اللعيب المصري. ليه؟ هقول لك هياثر على اللعيب المصري. هيبقى عندك اثنين من سوريا واثنين من فلسطين. وانا كلاعب مصري انا اخلي ليه الناس دي تفوقني؟ ما انا لازم اصحى شويه وافوق شويه واتمرن شويه واعيش الحياه القرويه شويه. نادي زي الزمالك وزي بيراميدز زي الاهلي زي ما بقول لك اهو محسن لمنون بيقول لي هيفتح برضه باب الاحتراف في تونس والمغرب والجزائر. مع حق. بس هل انت هتنجح هناك زي ما هم نجحوا هنا؟ هم جربوك هنا. انت عندك واحد بس اللي نجح بره.
اسمه ده اللي بيلعب في نجم الساحلي عمرو مرعي. ما تيجي يا محسن انت تقعد معاه والله العظيم باظ. ده اللي نجح. فممكن السوق التونسي يبقى بالنسبه لنا سوق كويس. السوق الجزائري يعني اشك شويه. الطبيعه الجزائريه شويه. هو مين عندنا نجح؟ مين عندنا نجح؟ قول لي كم اسم، كم لعيب نجحوا في مصر شمال افريقيا؟ عد لنا يا محسن. عمرو مرعي؟ لا عندنا احنا في مصر، عندنا في مصر، عندنا في مصر. الجزائر تقريبا ما فيش حد لعب. عندنا في مصر. في مصر هنا؟ امير سعيد، امير سعيد ما مشي. والباك ليفت بتاع الاهلي علي معلول ما مشي. مش راح فين؟ لا انت بتقول مين؟ علي معلول. لا انا برد على محسن. ماشي علي معلول. ماشي. عندك كان قبل كده برضه في ديفندر كان بيلعب في الاهلي زمان من تونس. انا عايز دلوقتي الناجحين دلوقتي مين؟ علي معلول. انيس بوجلبان. انيس بوجلبان. انيس لعيب محترم يعني. هم ليهم باع معانا. ده اللي بتكلم فيه انت. لو عديت، لو جيت تعد خمسه مش هتلاقي خمسه. فانا ايه اللي مخوفني؟ هقول لك حاجه. قولي. اربعه افارقه واثنين يا اما سوريا يا اما فلسطين، وهتدخل عليهم اثنين كمان شمال افريقيا، وبقى عندك سبع لعيبه في التشكيل. انا عايز تقنعني النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او سموحه، الانديه اللي معاها فلوس دي، مش هيقدروا يجيبوا سبع لعيبه يحطوهم في الملعب؟ هيجيب. طب هيبقى في ثلاث لعيبه بس في التشكيل المصريين؟ ماشي. او اربعه. ماشي خلينا اتكلم معاك للاخر يا سيدي. انت قلت نقطه حلوه واستاذ محسن، نقطه حلوه هناك. انت عندك لعيبه ممكن تخرج هناك برضه يفيدوك في المنتخب، دي نقطه ايجابيه. مثلا انا بقول لك مثلا هو محسن لمون بيقول لك مثلا. انا دلوقتي انا كمدرب لما يكون عندي محمد الزيات مصري ومثلا عبد الحميد حسن ده هندي مثلا، وشايف ان انا جاي محترف وبتاع، لكن الزيات احسن مني، هيلاعب مين؟ الزيات بس. فانا كلاعب مصري، ما اللعيبه دي تخليني بقى ان انا اطلع اللي جوايا قوي. فعلا صح. بس ده اللي بتكلم فيه. لكن انا ايه اللي يخوفني ان انا افتح سوق الاحتراف اساسا؟ ما انجلترا ضرب الدنيا كلها. انا حلو بالنسبه لي هالبلد كويس. افتح كمان افتح كمان الخليج عشان نخش على الخليج. ايه اللي خلاك تتجه لموضوع انت تبقى وكيل لاعبين بصراحه؟ حبه اولا يعني غالبا كده ميدو ركز في الاول لك ده. اغلب المدربين المدافعين ناجحين، اغلب المدربين المدافعين ناجحين. تمام. يعني دايما انا وانا ماسكك مثلا بركز مع اللي قدام، بركز مع التحركات ده وتحركاتك انت. فما بطلت كوره بقى عندي حته الملكه بتاعت العين. انا ممكن ابص على ماتش اقول لك مين في الفرقه دي كويس من اول ربع ساعه نص ساعه. ومين هيكمل؟ هو المدافع دايما بيتميز عن بقيه الفريق في ايه؟ ان هو دايما مخه شغال في كل حاجه. لان انت لو جبت جون مني وانا ماسكك طول الماتش، مطلوب مني ادافع، اهاجم، اغطي، اشوف الجون بتاعي، بسمعه، اعمل مش عارف ايه. فدايما هو مش حكايه حته مدافع، هو ملكته بتبقى اكبر. بتبقى ملكه شويه. بالظبط. مش عند كل الناس ثروت برضو يعني. هجيب جون، بعرف ازاي اجيب جون. ايوه. انا عارف صانع العاب برضو دماغه حلوه قوي، هتلاقيه مدرب ناجح. صح. يعني مثلا انا مثلا انت عارف صحابنا كتير في الكوره، فمثلا احمد عبد الظاهر اكلمه مثلا اقول له عبد الظاهر مين اللعيب الكويس اللي كان في الفرقه الثانيه اللي قصادك؟ يقول لي ما ركزتش. كلم مساك وقول له مثلا مين الباك رايت، يقول لك مثلا كان في لعيب كذا في الحته الفنيه لعيب كويس قوي، كان في لعيب كذا في الحته الفنيه. يعني بيبقى مركز مع الفرقه كلها اللي قصاده، فيبقى مخك حاضر في 90 دقيقه. هو ده الحمد لله اللي خلاني اخش في المجال ده، وخلاني يعني احبه. انا بسافر افريقيا كل فتره. انا عارف وبقعد هناك فتره وبنقي لعيبه طب ليه ما اتجهتش للتدريب؟ حسيت ان البيزنس هنا احسن ودماغك تشتغل احسن. التدريب برضه يعني ايه، انت برضه ما طلعتش من جو المعسكرات ومن جو الكوره، وهي نفس الجو بالظبط. طب ازيات ده اللي بيقول لك، وده يعني طب ازيات المدير او وكيل لاعبين هو مسمى ولا فعليا انت وكيل لاعبين؟ مش انت على مصر. لا هو حاليا مسمى. مسمى وكلاء اللاعبين المعتمدين في مصر يتعدوا على الصعب. لا انا مش قصدي معتمد. انا قصدي المسمى نفسه. انت عارف هو وسيم دلوقتي عارف يعني وكيل لاعبين؟ عارف. يعني انت وكيلي. لو انا مش جاي نوم اكلمك زيات، انا مش جاي نوم تعالى. وانا بعمل كده مع كذا لعيب. انا بعمل كده مع كذا لعيب. ايوه. في مصر هنا كام حد بيعمل كده؟ بجد؟ في بس مش هقول اسامي. في لا يعني كام؟ قول لي كام؟ يعني ما ثلاثة مثلا. من كام؟ من كتير قوي. لا والثلاثة نفسهم هتلاقي معاهم مثلا 40 لعيب 50 لعيب بيعملوا كده مع 10 بس. والباقي ما بيركزوش معاهم. مش هيقدروا يركزوا مع 50 60 لعيب. انا بعمل كده مع تقريبا حوالي خمس لعيبه منهم الاثنين بتوع انبي، وده مارشال ونوح وائل، من اللي جايبهم. ما انا طبيعي مش هركز مع 50 60 لعيب، فلازم واحمد عبد الظاهر طبعا انت عارف انا وكيلو. ما عنديش فكره. لا لعيب عادي خالص. الف سلامه عليه والله عشان مصاب هو.
فبتبقى انت شايف بقى الماتش وتقعد تنصحه، هو مع نفسه اوتوماتيك بعد اي ماتش بيكلمك بيقول لك ايه رايك او انت شايف ايه وايه الغلط اللي عملته، بقى في يعني صله كده ود وتفاهم بتبقى كويسه. انا بصراحه شفت نموذج وكيل لاعبين، كنت انا مدرب في بتروجيت، شفت نموذج بصراحه هايل عجبني بصراحه. يعني انا كان عندنا لعيب محترف وكان كل شويه جايب وقاعد يتكلم معاه، فانا قلت له انت ما فيش عندك شغل غيره؟ قال لي انا بعمل كده مع اي حد، قال لي مجرد ان هو يكلمني حقي، يعني حقه عليا ان انا طبعاً. انا باخد منه فلوس، باخد منه فلوس، انا مش مقابل ان انا اجيب له نادي يبقى الفلوس دي خلاص. انا معاه في كل ثانيه لغايه لما عقدي الوكاله بتاعي ينتهي معاه. فكانت حاجه بصراحه انا عجبني جدا، في ناس محترمه عجبني. لكن انا في وكيل لاعبين بشوفه بس ساعه ما بيروح يمضيك وياخد فلوسه وبعد كده بيكلمه ما بيردش عليك ومع اي مشكله ما يكونش حاضر. شايف في توحش من وكلاء اللاعبين؟ في طبعا، في وفي في اي مجال في الدنيا، في كويس وفي وحش، بس للاسف في الجانب السيء يعني ظاهر شويه في المجال ده في مصر، لانه مش بروفيشنال في مصر. اي حد دلوقتي بقى شغال وكيل والسمسار واللي انت عندك، الموضوع انتشر بطريقه مش طبيعيه في مصر. بس هتلاقي برضو في الاخر الناس اللي شغاله صح هي اللي موجوده على الساحه. زيادة الفرق بين، عشان احنا وقتنا خلص، اخر سؤال هساله لك، الفرق بين، انت طبعا سافرت افريقيا، الفرق بين الخامات ايه؟ بيننا وبينهم هناك؟ الطبيعه. الطبيعه هناك قاسيه شويه. يعني ممكن في نيجيريا تلاقي واحد ساكن في اعلى تبه، فكل يوم بيطلع التبه دي وبينزل، فقوته الجسمانيه بتبقى اعلى. هو بس الفرق بيننا وبينهم وقفه الملعب، تكتيك بس. طموح؟ طموح لا، هم عندهم طموح. اي لعيب هناك بيبقى كويس بيبقى عايز يطلع بره. ليه؟ الحاله الماديه، يعني الحاله حواليه، المستوى الاجتماعي، لا تعبان جدا في افريقيا، بقى تعبان كده. هل هو عايز يهرب من اللي هو فيه ده؟ طبعا، ومش عايز يرجع تاني. بس عارف انت لما تكون حاله عامه، يعني غانا مثلا حاله عامه بالظبط، كل شويه واحد سافر من هنا، واحد سافر من هنا، واحد كان ساكن جنبك سافر، هي بتبقى حاله عامه. فهو بيصحى من النوم يروح الملعب الساعه 8 الصبح او 7 الصبح، ده الميعاد عندهم هناك، يلعب في ارض صعبه جدا وتقيله، وبعد كده بيجي حد عين كويسه يشوف ياخده معاه. هما كده في افريقيا. طب المحترف المصري ما بيكملش بره ليه؟ عشان بيبقى دماغه مشغوله بحاجات تانية. حاجات تانية. الافريقي بيستميت على الفرصه، بيموت عليها. انت عشان تطلع بره لازم تستريح خالص وتريح دماغك خالص. نورتني وشرفتني. نورك الله يا ميدان. ويعني دي اول مره تيجي القناه طبعا، نورتنا وده بيتك. طبعا ده الشرف. انا فرحان جدا والله. واتمنى انت تعمل صفقات تكسر الدنيا. وفرقه ما تجيب الاهلي بقى صفقات بقى. ان شاء الله. مش لازم تاخد فلوس يا زياد. ان شاء الله الفتره الجايه. عارف فضل صاحبي ورضا شحاته صاحبي، بس انا الفتره الجايه ان شاء الله هركز معاك. مفيش حاجه كده من العيار الثقيل حتى في دماغك تجيب النادي الاهلي؟ بجد؟ لا يعني قول لي في او ما فيش. والله بحاول. بتحاول؟ ربنا يسهل. في يعني؟ لا لسه والله، لا بحاول. طيب ما نشوف. عمال تقول لي بسافر افريقيا وبسافر مش عارف فين، هتلاقي لعيب جامد كده ان شاء الله. محتاجين ان شاء الله. ان شاء الله. نورت وشرفت يا سيدي. نورك الله، ربنا يخليك. كنت وحشني جدا والله العظيم. انا مبسوط والله اكتر منك كمان. بشكركم جدا. دي كانت اول فقره معانا في الاهلي الليله، ان شاء الله بعد قليل هتلتقوا مع زميلي عمر ربيع ياسين. استنوه ونورتوني وشرفتوني، ومع الف سلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مكملين مع حضراتكم في الأهلي الليلة، والجزء الثاني مع واحد من الضيوف الكرام اللي بيشرفونا وبينورونا أكيد على قناة الأهلي. هنتكلم بشكل عام على مشوار النادي الأهلي وعلى مباراة الكأس الأخير، وأيضا استعداد النادي الأهلي لبطولة أفريقيا القادمة، وأيضا اللقاء الهام جدا جدا بكرة إن شاء الله، لقاء منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة اللي هيكون بكرة إن شاء الله ضد سوازيلاند سابقا وإستواني حاليا. يمكن قصة نتكلم فيها. سوازيلاند منتخب اتغير اسمه، بقى اسمه إستواني، وده اللي قاله طبعا في المؤتمر، او اللي عرفناه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه مصر واستوانيا. هنرحب مع حضراتكم بضيفي وضيف قناه الاهلي، دايما بيمتعنا وبيشرفنا بينورنا، الاستاذ عصام شلتوت، رئيس تحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. استاذ عصام برحب بحضرتك. كابتن ازي حضرتك؟ ربنا يخليك.
اصلاله جميله الحمد لله. بتنورني دايما الله يخليك، انت اللي منور. بنستمتع بحضرتك وكلام حضرتك دايما. شكرا كابتن عمر، شكرا. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني حضرتك ضحكت في حته سوازيلاند سابقا واستواني حاليا. هو الملك يعني ملك البلاد دي، جزيره عبقريه الحقيقه، واحده من الجزر اللي في المحيط الاطلنطي، الحاجه كده واو زي اللي الناس بتشوفها في الافلام. ليها طبعا طبيعه حاكمه انه ليها يعني الحكم ملكي، وبالتالي خرج الملك بعد استفتاء وتكوين حكومه جديده وقال انه ده الاسم اللي كان قبل الاستعمار وعلينا العوده ليه يعني بدل سويسلاند يعني. فكانت التغييره انما لانها جزيره صغيره ما كانش الخبر انتشر كثيرا يعني، خاصه ان هم ما بيبقاش عندهم غضاضة انه يتقال زي ما انت قلت سويسلاند استواني حاليا يعني ما بيبقاش عندهم ازمه، ما بيعتبرش ان انت بتسخر منه او غائب حتى عن فكره التسميه الجديده لهذا الوطن. لكن في الحياه السياسيه والبروتوكوليه خلاص بقى بتتغير كل الاشياء، وبيبقى هم الجانب الرياضي والكروي ده بالنسبه لهم لطيف وبيسبب ابتسامه طبعا يعني. طبعا نروح للكوره ونبدا مع حضرتك في النادي الاهلي ورايك في الفتره الاخيره. طبعا في غيابات في مباراه الكاس، النادي الاهلي قدر انه يتغلب على نادي الترسانه، لكن رأي حضرتك في مشوار النادي الأهلي، النادي الأهلي يمكن بيحارب في أكثر من بطولة، رأي حضرتك وهل شايف النادي الأهلي إن شاء الله قادر إن هو يحصد أكثر من لقب على الأقل في الثلاث بطولات اللي بيشارك فيهم أو الأربع بطولات اللي بيشارك فيهم في الموسم الحالي؟ ده يعني سؤال إجابته سهلة جدا، إن أنت تقول الأهلي في أكثر من بطولة لديه يعني معارك كروية طبعا أنت تقصد في جبهات عدة، لكن في النهاية اسم الأهلي وكذا الكبار يعني من على شكلة الأهلي في دوريات أخرى وقارات أخرى هو ده يعني مصيرهم، هو ده التزامهم قدام جماهيرهم وقدام أعلامهم وقدام شعاراتهم، إنه لازم يبقى فاتح كل الجبهات في نفس الوقت، وبالتالي لا يستطيع إن هو يخرج من بطولة ويقول لا هكتفي هذا الموسم بثلاث من أربع بطولات أو بطولتين من أربع بطولات، بيشارك ويدعم وجوده في البطولات الكل مع أسماء الكبار زي ما قلنا، وفي القلب منهم النادي الأهلي الطبيعي أنه مرشح مبدئيا للعب نهائي هذه البطولة أو تلك، ما دون ذلك هو اللي تبدأ تفحصه، تبدأ تحلله، تبدأ توديه مركز الإشاعة، تعرف إيه اللي حصل. لكن الأهلي مؤهل؟ طبعا الأهلي مؤهل، يعني ما تحرقش فيها بنزين كتير الإجابة، مؤهل وحاضر وجاهز للعب النهائي مبدئيا، وبالتالي لا يمكن أبدا الخلط بين هبوط الأداء أحيانا وبين فكرة الأهلي قادر أم غير قادر، فكرة أنه إصابات تجتاح الفريق فتلاقي الدنيا راحت قلبة بالعكس، كارتيرون من مدير فني يليق بالنادي الأهلي واسم كبير وكذا لفجأة بقى معقولة ده كارتيرون، ولكن تبقى أشياء لازم برضو نتفقدها، إنما التغيير المفاجئ ده لا هو في مجال كرة القدم مسموح به حتى على المستوى الجماهيري مش بس على مستوى الإعلام، لأنه في الآخر ضرب من ضروب الخيال أنه غير رأي في مستوى وقياس أداء سواء لأشخاص أو لفرق بين عشاء وضحاها أو بين مباراة، لا يا عم بين كتلة من المباريات وأخرى يعني أربع خمس ماتشات، وإلا لا يعني لكانت الناس في ليفربول نفضت كده بالبلد يعني ليورجن مع السلامة يورجن، الأداء حتى في ظل إحراز نتائج ما حققش أي ألقاب يورجن كلوب لسه ما حققش أي ألقاب، لكن حتى على مستوى حصوله في ست مباريات أعتقد على يعني العلامة الكاملة، لكن في النهاية لم يقدم مستوى أفضل مما قدمه الموسم الماضي. مظبوط. هنا الخلط الجماهيري زي مو صلاح وهنروح له في السكة اللي هي فكرة هو أنت عاوز فرق تلاعب ليفربول وتلاقيه قادم بقوة لاكتساح الكبار ويدك حصون المان سيتي ثلاث مرات بعلقة كورة الموسم الماضي، عايزهم بقى إن شاء الله السنة دي لما يلعبوا الدوري ده الفرق بقى ما تاخدش بالها فتحصينات زيادة وغتاتة كروية زيادة، نفس الحكاية مو صلاح طبعا. الناس تقول لك صلاح فين؟ صلاح موجود
ضمن التشكيلة الأساسية لليفربول، ضمن 10 كبار كل البطولات المختارة، لاعب المصري العربي الأفريقي الوحيد في العالم اللي تم ترشيحه كل الألقاب الفردية، خلاص هو في العشرة الكبار. وأنا قلت لك وهنذكر الجمهور معاك أول ما اتكتبت أن أحد النقاد الكبار في إنجلترا مع انتهاء الموسم الماضي بإصابة لصلاح قال له عود لابتسامتك أولا تعود لك كل الألقاب. بمعنى على فكرة محمد صلاح في الشريحة اللي هو فيها دلوقتي ربنا يا رب يوفقه دايما لازال لديه مشاعر فطرية طبعا. لازال مش محترف قوي، مش في الكورة، في المشاعر طبعا. والأداء. بمعنى بعض المحللين واحنا في كأس العالم قالوا لو لاعبكم يملك ذكاء كريستيانو وآخرين كان ساب الراجل اسمه راموس ده، يعني مش لازم تجره وراك خمس ست أرض، لكن هو لازال بيور، لازال بيلعب بإخلاص صح. شديد. بينما اللعيبة الكبار في شريحة صلاح ممكن، وعلى فكرة ده بيبقى صح، إنه يتخلى عن كورة علشان ما يتعورش عادي جدا صح. فصلاح ينظر في الخلفية، وأنا بأكد لك وأنت عارف صلاح، بس أنا وأنت لازم نقول للجمهور إنه محمل بإنه نفسه يرضي الناس أكتر ما رضاهم السنة اللي فاتت. لا يا صلاح لا تقسو على نفسك صح. نثق في وجودك، نثق في قدراتك، انت ضمن 10 كبار، واي حد عنده كلام غير كده ده كلام الحقيقه محض افتراء، لانه حتى الفرنس فوتبول اللي هي اول الجوائز التي عرفت على الاقل في قاراتنا الافريقيه اختارت ايضا مو صلاح، ومع تصفيه من 30 ل 10 مو صلاح، واعتقد ان الثلاثي النهائي هيكون فيهم مو صلاح. وبالتالي هي دي بقى الحاجات اللي بنرتكز عليها واحنا بنرجع للي حاصل مع النادي الاهلي او فريق الكره بالنادي الاهلي. انت لديك بعض المعارك الكرويه الساخنه جدا، انما هناك مراكز يجب تدعيمها في يناير، ده كلام منتهيين منه. ايضا انا مش محلل ولا مدير فني، لكنه يعد مجرد وجهه نظر، مجرد بالنظر بحكم العمل. لو أني متفرج عادي لطرحت سؤال، لكن بما أني في وسط الشغلانة هي بس الحكاية. أنت جبت أحمد علاء والجزار، لماذا صبرت عليهم كثيرا خارج الملعب؟ يعني أسئلة يمكن للجهاز الفني حينما يكون لديه الوقت أنه يجيب عليها، فيقول لنا مثلا قلة الخبرة، خفت للدفع بيهم عشان ما اخسرهمش، وتفر من الإجابات. لكن كان ده أفضل من الحتة اللي بنعملها بأيمن أشرف مزبوط. يدخل جوه وحد يطلع بره، وصبر الرحيل بعد سنة كاملة ما بيلعبش يعود لمركز الظهير الأيسر. أدي منطقة هي من المناطق. لديك أيضا علي لطفي وهو حارس مبشر، والناس بتنسى بس انه راح الاولمبيك جيمز وان هو حارس دولي من قطاع الناشئين والشباب، يعني من الاهلي ما اكتشفوش فجاه. وعندك الدولي ابن الدولي شريف اكرامي، لكنه موقوف مباراتين، انما وجود شريف اكرامي يعني حمايه حراس المستقبل، انا بسميها كده، زي ما كان عصام الحضري في جولته الاخيره مع منتخب مصر هو ضمانه للشناويه الاثنين، واي حارس تاني كان هيخش عليهم عواد كان، لان شريف برضه كبير عن ان احنا نقول حراس، ده من الحراس الاساسيين اللي في التاريخ، زي عبد المنصف في الزمالك مثلا اللي هو الجيل اللي قدم الكثير يعني، لكن شريف اقلهم في المساحه العمريه يعني. وبالتالي كان يجب من وجهه نظر مش فنيه، مجرد انك تعمل صحفيا، كان يجب ان يلعب علي لطفي مع فريق الشباب اذا كنت تريد ان يكون زي ما احمد الشيخ عمل. احمد الشيخ كان بيلعب بالزبط. بعض الماتشات مع فريق الشباب برضه لقيت ان احمد الشيخ هو اللي بيقول طلبت، لا محتاجين ده. وهنا هننقل على فقره تانية، لديك واحد اسمه حسام غالي الكاباتينو، اعتقد ان حسام غالي ان الاوان لاعاده النظر في المربع الاحمر ده الاداره الكرويه، وبالتالي اعتقد انه لازم يقرب شويه لمساعده محمد يوسف في شان فكره مدير الكره بالانابه، لانه ده منصب كان بيجي له عتاوله لوحدهم يوسف لو تفرغ له ضمن العتاوله طبعا، لكن طبعاً. يوسف لديه مهمه يمكن علشان الناس تعرف قد ايه يوسف يستحق ان احنا نقول له جود لك في اللي جاي وكتر خيرك على اللي بتقدمه. يوسف مدرب عام، يعني طول الوقت هم الفريق وهم المدير الفني هو يتحملهم،
وبالتالي حتى بالأمارة للمشاهد العادي بيبقى شايف الترينر ده والمدرب العام هو اللي طول الوقت بيقول للراجل حاجات عشان الراجل يعرف ياخد قرار، عشان الراجل يبدي استعداده. إذن المشهد الأحمر أعتقد مع اقتراب يعني مرحلة النهاية في نصف الموسم لغاية الشتاء أو انتقالات الشتاء أو يناير وفترة التوقف، أعتقد هيبقى فيه بعض ما يمكن أن يكون الدفع باستحكامات جديدة. نفس السؤال المطروح، الإصابات هل هي طبية أم تدريبية؟ لأنه برضو من غير المقبول أن أنت فجأة كابتن عمر تقول على ليندمان اللي كان مارتن يول بيسقف له، واللي كان كل التقارير حتى اللاعبين وانت قريب من بعضهم كانوا بيتغنوا بالطريقة اللي بيوصلهم بيها للياقة عالية جدا أو الاستشفاء بعد بذل جهد، مش ممكن يكون فجأة كل دي بقت أوهام. صح، صعب. لكن مربع بطولات الأهلي وسطه، واخد بالك، وبالتالي هناك الكثير مما لا يمكن أبدا أنه يحصل في النادي الأهلي، اللي هو فكرة أنه كل شوية يطلعوا يحكوا في النادي الأهلي، ده ما بيحصلش. طمع. بيفضل الشغل مستمر والنتائج المرجوة بتأتي لأنه ما فيش كلام في شغل. طمع. وبالتالي بعض الأشياء دي عندها ما تبقى من اكتمال انك تدي الاهلي 10 من 10 زي ما جمهوره المبدع العظيم بيبقى دايما 10 من 10 من 10. استاذ عصام، يمكن دايما لما بيكون في موضوع مطروح على الساحه الرياضيه بحب اسمع اكثر من راي حتى لو بقرر السؤال كذا مره. يمكن قضيه اعتبار لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليين الطرح، ويمكن تونس فعلت القرار ومصر في طريقها للتفعيل. فعلت القرار عملت ايه تونس بالمناسبه؟ ان احنا تونس خلاص خدت 10 مصريين مثلا؟ لا احنا بنتكلم، احنا انا بتكلم تمام بتكلم في القصه. تونس فعلت القرار لسه ان هي اخذت قرار بان اعتبار اي لاعب من شمال افريقيا هو لاعب محلي. طيب اولا القرار ده ناس كتير بتتكلم ان ليه عيوب وليه مميزات، في ناس بتقول ده قرار يعني هيفيد الكرة المصرية من انتقالات، بنتكلم على الأسعار اللعيبة، بنتكلم أيضا على الجوانب السلبية، بيكلموا على الناشئين، كلام كتير بيتقال في الجزئية الخاصة بلاعيبة شمال أفريقيا، مع إن احنا بنشوف أوروبا إن كل الدول الأوروبية بتتعاقد، ما عنديش يعني الدوري الإنجليزي عنده إن مشكلة كل الأوروبيين هم جنسية واحدة. أنا عايز أعرف بقى رأي حضرتك، تقول لي هل القرار ده ايه مميزاته وايه عيوبه، وهل فعلا هو لصالح الكره المصريه ولا هيضر بصالح الكره المصريه، وهل ممكن تعديله ولا لا؟ انت عارف اللي جاب عربيه من الحاجات اللي هي ب 30,000 مليون دولار في مليار جنيه، عارف، وهو ما بيعرفش يسوق. احنا عملنا زي ناس اسست بيت وحطت ميه سخن وبارد، لا ومش سخانات غاز، سخانات بالطاقه الشمسيه، والوز يا باشمهندس وركب يا اسطى، وفي الاخر هم ما دخلوش الميه يا صديقي. بمعنى انت تحاول ان تجعل كره عربيه واحده، ان تفتح الكدر فتجد ان لاعبي العرب عموما بقى مش الشمال العربي الافريقي بس يتنقلوا زي اوروبا بلا حواجز بلا حدود بلا بلا بلا. طيب هو الكلام ده الهام يعني زي كده اللي بيألف يصحى بالليل كده يروح شارب ميه ويكتب اغنيه؟ لا لازم يكون مدروس طبعا، مش لازم يدرس طبعا، مش لازم يقنن، مش طبعاً لازم يتقال اتنين ولا تلاته، وظروف كل بلد مختلفه عن التانيه. ثم فكره بناء شخصيه اللاعب والمدرب المصري ان هو ما يقعدلناش هنا ويقول لك ان دكه الاهلي والزمالك هي المجد، ان السفر في الخارج لماذا، فانا هنا مع عمر وعصام بيدوني هدايا والمحبين وكذا. لا، لازم ندرب لاعبنا انه عندما لا يجد الفرصه هنا يذهب الى هناك، عشان ما نبقاش فاترين نتعرض يا كابتن عمر. في الشمال العربي الافريقي انتهوا من حوالي احنا في 18 من 20 10 تقريبا ويمكن قبلها بسنه مع بطولتنا في انجولا، لانهم بداوا يحطوا عينهم علينا من 2008. في ايه؟ في انه عاوز تودي علي معلول اوروبا، اوعى توديها اي حته غير مصر. عايز ترفع ثمن بين شرقية بين عربية بين ملوخية، الإيجيبتو يا صديقي العزيز. وبالتالي احنا عايزين نبقى فاترينا ولا عايزين نبقى بنشتغل مؤسسية؟ عايزين الكرة صناعة ولا عايزين نبقى مجرد يعني اللي بيسموه ايه، وسيط في صفقات قروية متبادلة بين الشمال العربي الأفريقي وبين أوروبا تحديدا؟ ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك لابد للتبادل من فقرات،
يا اخي انت ممكن تستبعد فكره المهاجمين مثلا، احنا في عرض مهاجم بعد ما كان اشهر حاجه في مصر مهاجمينها، معلش مع احترامي لكل المراكز الاخرى، عدى على مدار تاريخ طويل على فكره من الالفيه السابقه، وبالتالي كان يجب دراسه هذا المشروع. ولو ان ما بحبش كلمه ورش عمل ومش عارف نحطها تحت المجهر، لكن ده كان اولى بقى انه يتعمل له ورش عمل ودائره تحت مجهر كده، علشان نعرف احنا هنتكلم مع الاشقاء في ايه بالظبط، هنتكلم معاهم في عدد ثلاث لاعبين، هنتكلم معاهم اذا لم تختار مني لن اختار منك. امال انا ليه رايح التبادل؟ عشان بس ابقى فاترينه عرض، ابقى ميناء ترانزيت للكره الشمال افريقيه؟ حقهم علينا طبعا، حقهم علينا ان احنا نساعد نساهم ان اللي يجي هنا مش في الكرة بس، ده بيبقى في الفن وفي الأدب وفي الثقافة وفي كل مناحي الحياة. يعني عايز أقطع حضرتك في جزئية مهمة جدا، يعني معنى كلام حضرتك إن اللاعب الجزائري أو التونسي أو المغربي ممكن ينجح في مصر أو بينجح في مصر، لكن اللاعب المصري من الصعب إن هو ممكن يكون. وأنا شفته صح؟ وأنا شفته هناك، وأنت شفته مدرب صح؟ هنا. ده كلام حضرتك بقى صح. بقى بيروح حتة في الخليج إلا صح؟ نادرا، ده حتى بيروحش أصحاب الأسماء الثقيلة. صح مظبوط. ودي من الحاجات برضو اللي تحط لك 100 علامة استفهام. ليه وحضراتكم لازم تتوزع التورته هي هي؟ يبقى في متحكمين وسماسره زي ما الاعلام بيكتب وكلنا بناكد، بيدوروا بلعيبه هم هم ومدربين هم هم على فرق هي هي. فين بقى الموضوع ده؟ ما ينفعش فيه جزء من حلقه على فكره. الموضوع ده محتاج مصارحه، لانه ظاهره مستغرب جدا، ظاهره هو عدل، ظاهره هو عدل وباطنه عذاب. أنت لا يمكن أن تطلق زي ما قلت لك كده، أنا قربتها للمشاهد الطيب اللي بيتفرج علينا في قهوة اللي راجع من الغيط اللي قاعد في النجع، قبل حتى الناس التي تمتلك ربما ثقافة أو علم أكتر يعني، فكل مواطن في البلد دي بيشقى ويتعب لأن الكورة دي هي الحاجة الحلوة اللي بيفوز صح بيها. أنا صح صورتها له وأعتقد إنه ده صح، إن واحد بنى حاجة إشي خيال يابا، ها وسخن وبارد واخد بالك، وجاب كل النجف اللي في العالم ولا دخل له ميه ولا نور ولا حتى قريبين من بيتهم. طيب حضرتك راي حضرتك ازاي القرار ده يتم تعديله؟ هل يتم تقنين عدد التعاقد مع لعيبه شمال افريقيا زي ما بنعمل مع اللعيبه الافارقه، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ انا اعتقد انه كان لازم يتقال انه في مرحله انتقاليه، انه في على الاقل نص السيزون اللي جاي ها هيحصل تبادل وتباحث، وهم يجوا هنا شويه بتوع اتحاد الكوره وشويه مدربين يجوا يدوا حصتين كيمياء ومدرس فرنساوي لغايه ما نجيب مدرس الفرنساوي، وواحد مننا يروح يديهم تاريخ على بال ما يجيبوا مدرس تاريخ، وماتشات وديه بين الفرق في الصيف ها حيث يعسكر الجميع، او في الشتاء بعد ما اتعدلت الاجنده، عشان ما حدش يسيب كل حاجه اقول لك ما هو بقى الصيف يا عم، احنا ما بنتكلمش في المواعيد الحقيقيه. ثم يبدأ مع دخول الموسم 2019-2020 تفعيل الحكاية مع وضع ضوابط. عمي ايش شايف انت؟ انا شايف ان انا ابويا ما اخدش منك مهاجمين وحضرتك ما تاخدش مني جوان، وكل سيبحثها بمصالحه، لكن الإفادة العامة ستختلط هذه الكرة، سيكون هناك نموذج للكرة العربية وشخصية للكرة العربية. أأمل مش انها ما تتعملش، أأمل انه كمان ما يبقاش ده هوانا احنا والشمال العربي الافريقي، يبقى هوانا في الوطن العربي. طب احنا جبنا كده حق اللاعب اللي هو فوق السن، الناشئ مين هيجيب حقه ومين هيحارب له ان هو يكون هو الناشئ فين وياخد فرصته؟ ما ده النقطه اللي انا بتكلم فيها. هو الناشئ فين؟ يا اما مسننين نتكلم بقى بصراحه في كل الانديه، يا اما عد العدد هتتكسف وانا كمان هتكسف معاك كضيفك، ويمكن ننزل تحت الترابيزه دي. طيب انه كم عدد المسجلين من الناشئين؟ مين اللي بيختارهم؟ الناس بقت جحافل بتروح على الانديه باستمارات عشان ايه؟ انا اسف يعني، علشان 1000 واحد في اليوم وتعلن انه تم بحمل الله نادي عصام، قاعدين المدربين في الشمس يا ولاد من 8 الصبح وشاف 1000 واحد النهارده. بالله عليك يا رجل، لا طبعا، هل ال 1000 واحد دول في ولد من؟ وبعدين لسه نطق يا ابني، نطق يا ابني، ده بتوع السيرك بينطقوا الاطباق الصيني وما لهمش دعوه، ما بيلعبوش كوره. لا، انت لابد ان تتحول لصناعه كامله، انت لابد ان يكون لديك معسكرات زي التحكيم كده. بص، هيفضلوا يعملوا اللي يعملوه، اذا ما جابوش كولينا ومولينا وكل الناس دي يجوا هنا يترأسوا لجنه الحكام، احنا مش اقل من السعوديه اللي جايبه بكولومبرج ده ولا بلومبرج شغال عندهم وهو لازال في التحكيم، لكنه شغال مع حكام النخبه كانه رئيس لجنه. يا اخي انت لازم تنهي قصه
بر الامان اللي بيقولوها لكل طقم ورايح لجنه الحكام، يا ابني ما توجعش دماغنا، يا ابني مش عايزين مشاكل يا راجل. في دوري يتلعب بحكام خمسه والكاس لا، بأماره ايه يعني؟ ان الكاس مسموح فيه ان لو جت في ايدك مش مشكله. مش عايزين بس تخش في القصص. يا كابتن القصص يعني دي ما تزعلش، وكلهم اصحابنا ومحدثك يعني يستطيع ان يتحمل طبعا مسؤوليه كلامه، خاصه طبعا انا لا اشكك في زمم. يا ريتها زمم كنا قلنا الناس دي ذمتها استك مش عاوزينهم، لكن كلهم اشخاص افاضل. لكن آن الاوان انه يبقى الافضليه بقى لمصر. بس يا عصام مش الدوري والكاس بس اللي اتلعب فيه ماتشات باربعه حكام او بخمس حكام في الدوري، كان في ماتشات اللي استخدم فيها طاقم تونسي، واللي قال العجب برضه طلع انه اتفاق مع تونس المساعدين جم متاخر على الملعب. هو كمان انه طلع انه في حكام يعني من تونس وفي اتفاق مع اللجنه واحنا ما كناش نعرف. كابتن عصام قال لنا والطاقم جاي ثم يخرجوا ويؤكدوا ان التوانسه لا يتعاطوا مع الحكم الخامس. فيخرج رئيس اللجنه لانه الناس بتحترم بلادها ويقول لا يا عم احنا عندنا هم اللي ما قالوش. انا لو عليا سيادتك كنت بعت لك اللي انت عايزه. وبالتالي يا راجل يعني اقول لك ايه؟ اقول لك عن حكم راح طنطا والماتش في القاهره. مظبوط. بالذمه ده كلام يا جماعه، بالذمه ده كلام. طنطا وبهتيم. وبهتيم. وبعدين ده كلام وطلعوا بهتيم على بعض في الاخر. لا 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 بصراحه يعني. وبعدين انت تقلق لحسن يزعلوا؟ انا قلت لك اللي يزعلهم ان احنا ما نديهمش حقهم كاشخاص طبعا. لكن انا بتكلم في فنيات. لا اكيد طبعا في فرق ما بين العلاقات الشخصيه بالزبط والعلاقات بالزبط المهنيه. بالزبط المهنيه كل واحد ياخد حقه الشخصيه. ده وان انهم يتحولوا بحجم ثقتنا فيهم طبعا لالات صانعه حقيقيه لفعلا ان يجلبوا لهذا الوطن كل ما يستحق، خاصه ان الملف مطلق من العام الماضي من الرئاسه ضمن منظومه التحديث تحت عنوان اسمه مصر الجديده، اللي هو تحول الرياضه وفي القلب منها كره القدم الى صناعه. طب احنا عندنا المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب، دلوقتي احنا عندنا مشكله. هل حضرتك شايف ان ممكن قرار زي ده تاني ياثر على الشباب او على الناشئين ايا كان؟ ايه الاعمار السنيه او ايه الاعداد اللي كانت موجوده؟ لكن موجود منتخبين، منتخب اولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين، فالاثنين عندهم محتاجين ان يكون في احتكاك اكبر علشان يكون في مردود اكبر في البطولات الافريقيه. حضرتك عارف ان في المباريات الافريقيه الـ 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 الشباب والناشئين بره بيكونوا اقوى، بيكونوا اعمارهم اكبر، وبالتالي احتكاكهم بيكون اكبر. مؤكد. هل حضرتك شايف تاني ايه اللي ممكن يتم من خلال اتحاد كرة القدم في قرار زي ده يساعد الناشئ على انه يكون متواجد؟ هيساعده ازاي؟ ما هو انت في الاخر القرار ده ظالم جدا. بس ده اللي بتكلم للكرة فيه المصرية. ما لم تاني اهو ثالث مرة والاخيرة، ما لم يتم زي ما قلت لحضرتك دراسته جيدا والخروج بورقة عمل بشروط محددة. لانه ما دون ذلك كل الحكايه ان احنا نتحول لفترينه عرض وسنخسر الكثير. مش بس من عدم ميلاد نجوم جدد وكذا، لا بالعكس سيستفيد من كل وضعيه الدوري المصري ومن كل المراحل العمريه اشقائنا العرب. ويا ليتهم يعني في حاجه فهم، والسيد الرئيس بيقولها في كل من الحياه مسافه السكه، يا ليتهم هم في ازمه واحنا يعني. مثلا لو قلت لي الليبيين يا رب ان شاء الله تعود ليبيا متعافيه، الليبيين عايزين يجوا يلعبوا الدوري كله هنا وياخدوا يا عم مصر، اقول لك على عيني لان ده حق اصيل طبعا. لكن طبعا تقول لي ان دول الشمال العربي الافريقي مع مصر عملوا كومبيتيشن مع بعض علشان الكره نشيل الحيطان اللي بينهم وبين بعض دونما ضوابط، دونما حتى دراسة هم كمان عددهم كشعوب كام وعدد المسجلين عندهم كام. واحنا عددنا 104 على الأقل مليون نسمة، ثم عدد المسجلين عندنا في القطاعات وصولا بالفرقة الأولى كام. كل ده ما تبحثش، كل ده ما تطرحش ازاي يعني؟ يعني هو اتقال من باب كده العشرة والأخوة اللي بيننا وبين شقاقنا من باب العنوان الرائع، لأنه هو عنوان رائع. عندما نحاول أن نصل لشخصية عربية، ودي مدربين كبار كانوا بيقولوا لنا أنتم تملكوا لمصر والبعض الأشقاء العرب، تملكوا منتاليتية، تملكوا ذكاء يضارع ذكاء البرازيليين تحديدا. واسأل كابتن ربيع وكابتن شوقي احتكوا بالمراحل دي، وبعض المدربين دول بيقعد يكلموا عن المصريين مدربا وفريقا أكتر بيتكلم عن فرقته. لكن بيقول لك أنتم ما عندكوش شخصية، فالسامبا هي من السامبا والتانجو هي من التانجو، والقوة في الفايكنج تلاقيها في الكرة بتاعت شمال أوروبا وهكذا. احنا فين شخصية الكرة العربية من الفروسية بقى من الفراعنة؟ لازم فولكلورك يا كابتن عمر يحكم زي السينما زي الثقافة زي الكتاب. وبالتالي ده يفيد ان يبقى فيه لون عربي كروي موحد. لكن
لماذا ندفع الثمن وحدنا؟ ده برضو سؤال انا بوجهه له. ما هو انتوا كده بتخلونا محطات ترانزيت او فترينات عرض. وشكرا. يمكن هنروح سريعا عشان الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه والكلام يعني بياخدنا. منتخب مصر ولقائه امام فريق سوازيلاند سابقا واستواني حاليا عشان ناكد عشان لسه بيتفرج علينا. شايف حضرتك المواجهه عامله ازاي؟ هل هي مباراه سهله؟ هل اللي ممكن يسهلها هو مدير فني منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر، ولا ايه السيناريو اللي حضرتك متوقعه للمباراه؟ انت قلت ثلاث ارباع السيناريو. طبعا التشكيل اللي هيختاره المدير الفني واللي بدا يعني اسهمه او اسهم الثقه فيه هو اسم كبير طبعا ومعاه حد ضليع كابتن هاني رمزي طبعا. بدات ثقتنا تعلى وبدا يغير مفهوم اللعب، بدا يعطي مساحه للتالنتد بتاع لاعبته، ومن ثم هو يملك يعني الاكثريه والافضليه في ان يبث روح فنيه اكثر جدوى وشفنا في الماتشات اللي فات. لكن اوعى حد ما ياخدش باله ان سويسلاند دي هي والراس الاخضر بيصدروا لعيبه صح، وعندهم كوره جامده قوي، وعندهم بقى دول بقى اللي عاملين اللي عارفين يعملوا لبلادهم ايه، عاملين كورتهم فاترينه عرض بس لحسابهم هم صح، مش على حساب بقى السنغال ولا نيجيريا ولا ده ولا ده، وبالتالي هم مهتمين قوي باللعب مع الكبار. واديك شايف هم واصلين لاي مرحله اهو في التصفيات، لولا انهم قدام المصريين ما كانش يعني يمكن انك تقول ان هم موجودين في 2019 الكاميرون امم افريقيا. لكن في كل الاحوال هي مباراه بسيطه ما تستبسطهاش ان صحت المقوله يعني. لا طبعا يعني اولا الكره طبعا كعاده المحللين الكبار ما بقاش فيها قليل وكتير وضعيف وقوي، لكن انا باكد لك ان المدرستين دول بالذات هم والراس الاخضر بقوا بيطلعوا كده لعيبه تقول عليها نمر في الكوره يعني. وبالتالي احنا عايزين نحرص بس انهم ما يفوقوش على حسابنا في ماتش بعد اربع ايام، ما يجيبوش جون حتى لو غلبناهم 3-1 واخد بالك، فيشعروا ان منتخب مصر بعد في رحله مباراه العوده قد يعني يستدعوا كل قوه الضغط الكروي يعني علينا في مباراه العوده. لكن القرعه الحقيقه جنبتنا برضو مدارس كرويه بقى اقوى بكثير طبعا الحقيقه برضو طبعا. وبالتالي مباراه بسيطه عنوانها من عندياتي بسيطه ما تستبسطهاش، لكن لا هي بالازمه ولا بالمشكله ولا بالقوه يعني الخارقه يعني. طيب بما ان حضرتك اكيد قمم من القامات اللي موجوده في الصحافه المصريه، خبر قريناه في الصحف ان ليفربول بعت جواب بيقول ان هو المباراه مش محتاجه ومش مستاهله، فبالتالي لو يتم اراحه محمد صلاح يكون شيء جيد. هل الكلام ده صح ولا هل الكلام ده بقى الكلام ده نشر عندنا؟ لكن احنا بنحط عنوان اللي هو ايه في خطاب يعني اللي عايز اعرف بقى من حضرتك انا جاي لحضرتك اللي هي مخاطبه يعني تمام. اللعيبه ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، احنا عايزين نبقى صناعه ولا عايزين نبقى فاترين عرض للاخرين؟ تمام. بمعنى مو صلاح وكل مو صلاح حتى لو مش في ليفربول، حتى لو احدث محترف عندنا لو راح نادي درجه تانية في دوري في قبرص يا سيدي، مش هقول لك في اوروبا وسطها يعني كويس، بيجي معاه فايل صح بتحليل الدم بشربه باكله بوزنه وسلمني نضيف اسلمك نضيف. وبالتالي حمل صلاح ملفا يؤكد انه في غايه الارهاق، فاحنا سميناها ايه؟ مظبوط. يخاطبوا اتحاد الكره بحاله صلاح، لكن كاتبين لهم في الاخر ونحن نامل الا يلعب المباراه فهي سهله، يبقى احنا بنهرج. صح. لا يمكن مزبوط تكتب جمل من النوع ده، لكنها مخاطبه، فلما بنيجي ننقلها على صفحات الجرايد بنقول ايه؟ انه حمل خطابا. الخطاب يعني لما تفك الكلمة نفسها تلاقي أنا أخاطبك فهذا خطاب بيني وبينك يعني. وبالتالي هو ده. إمتى بقى نشوف لاعبنا وهو رايح من نادي لنادي داخلي؟ ما احنا مش ممكن نعمل ده مع المحترف وما نعملوش ما اللي جوه دول اسمهم محترفين صح صح، حتى لو محترفين بشرطة يعني صح صح، لكنه محترف. إمتى بقى نشوف ده بيحصل وإنه لاعب بينتقل من الأهلي للزمالك أو من الزمالك للأهلي أو من الإسماعيلي للجيزة بيروح ومعه ملف كامل عن الحالة ايه في اللحظات اللي فيها الانتقال يا كابتن عمر؟ انا مش بحب دايما استاذ عصام اتكلم في سلبيات، لكن دايما الشارع المصري ورأي الجمهور في عدم ضم وليد سليمان للمنتخب المصري، هل هو علامة استفهام
ولا المدير الفني حابب انه ما يعلاش بالمعدل الاعمار، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ يعني ايه تفسيرها للشارع المصري تعلق وليد سليمان مع النادي الاهلي هو ركن من الاركان الاساسيه اللي موجوده في التشكيل الرئيسي وعدم انضمامه لمنتخب مصر؟ هو الظلم لوليد سليمان كان مع كوبر، لكن الان ظلم معدل العمر وليد سليمان. يعني مش وليد يعني أنا فاهم اللي ظالم وليد طبعًا. دلوقتي معدلات العمر اللي الراجل قرر ينزل بيها لانه عاوز منتخب مصر ان شاء الله على كاس العالم اللي جاي يبقى اكبر لعيبه عنده سنا وخبره مو صلاح، وبالتالي عاوز يلحق من تحت. وبالتالي انت النهارده طبعا خاتم سليمان زي ما صديقي علاء عزت بيسميه اللي هو وليد سليمان الحاوي الجميل، ما هو متالق بقاله ثلاث مواسم اكثر مما تالق، لكنه الحقيقه عمرنا ما شفناه قليل وليد يعني. لكن الان ماذا سيكون راي المحللين جوه التيم؟ الخواجات ما بياخدوش براي الكلام اللي براه يعني راي عام او اعلام، هيقول ايه وهو هيسيب احمد فتحي؟ لو خد وليد لازم ياخد احمد فتحي، ما هو احمد فتحي ده ما حدش يشوفه، يبقى عنده ماتشات على المستوى القريب ويقول احمد فتحي مش معايا، صح ولا لا؟ لا اكيد طبعا. وقس على ذلك بقى، يبقى هذه المره يعني يبدو انه ربنا سبحانه وتعالى مدي وليد عشان كده معوضه بحب كل الجماهير طبعاً. مش بس الاهلاويه طبعاً صح. وبهذا الصيت الرائع اللي هو صنعه بعرقه، لكن الحقيقه ظلم كثيرا لما مش الراجل اللي ما كانش عاوز ياخده لانه ارتبط بمجموعه. انا بقولها لك كلام نهائي اهو، كوبر جه راجل بينزل بمعدلات الاعمار، فلما لقى ان الكره المصريه بفنياتها بجماهيرها بتفقد احمد فتحي وكل يعني الناس اللي في عمر احمد فتحي ربنا يديله الصحه، فقال لك كده انا لو حطيت وليد سليمان يبقى مش هقدر اطور، عمل زي الجراح اللي ما بيتعاملش بايه؟ بقلب، بيتعامل بمشرط الجراح. صح. هل حضرتك شايف ان كان في لاعب يستحق ان هو يكون موجود مع المنتخب، ولا دي افضل اختيارات؟ يعني حضرتك كمان قلت ان هو عايز مع كاس العالم اللي جاي يكون معدل الاعمار اكبر واحد محمد صلاح في اللعيبه، هل حضرتك شايف ان كان في لعيبه تستحق ان هي تكون موجوده، ولا دي افضل تشكيله، يعني افضل تشكيله في الوقت الحالي لمباراتي سوازيلاند؟ في الوقت الحالي، لانه الراجل مش هيغامر، الراجل عاوز يحافظ على مكتسبات، مزيد من الثقه، مزيد من النتائج الجيده، لكن نزول المعدلات دي هيبدا يقللها تاني. وهو لو في لعيب يبقى احمد جمعه ولو ان مستواه ما بقاش زي الاول، كويس؟ الراجل الليفت بتاع المصري اسلام ايه؟ اسمه اسلام اللي هو قال عنده فرصه تانيه. الظهير الايسر بتاع النادي المصري. تمام. ولو ان مقاييس جسمه ما هياش يعني بالافضل، لكنه لعيب ملوش حل يعني. وبالتالي اعتقد الراجل بعد مرحله الوصول ل 2019 في الكاميرون، اعتقد ان هو هيكون عنده كمان بلوفات كتير قوي في الاختيارات، وواضح كمان ان هو عنده ملف كامل لاكثر من 80 ل 100 لاعب على بعض لا يعلن. يعني دي انا عرفتها كده بالحب يعني جوه الجهاز، اللي هو ايه بيفلفل اللعيبه في السن اللي هو عايزه، انه ما ياخدكش دلوقتي فيسيبك تقدم مزيد ويشوف انت قد ايه صبور على المستوى ده، لكنه عايز لاعبين يمتلكوا بعض الخبرات عشان يوصل بقى امم افريقيا، مش هيقعد يجرب هو في الرسميات يعني. وبالتالي لا، في كمان تغييره تاني في المعدلات العمريه، وفي لاعبين ما بقول لهم اهو استبشروا ما ظلمتوش ولا حاجه، انتوا جايين برضه. طب هل ممكن نشوف ان في يكون تنسيق ما بين منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب، في يكون في تنسيق مع تصعيد بعض اللعيبه في السنين اللي جايه للمنتخب الاول علشان ننزل؟ اعتقد ده لازم يبقى تنسيق ثلاثي ما بين الثلاث رؤوس للثلاث منتخبات، كابتن ربيع وكابتن شوقي واجيري طبعا والذين معهم، وكابتن هاني رمزي يستطيع ان هو يبقى منسق الحاله دي، لان دي حاله برضو خواجاتي احنا محتاجينها يعني، احنا مش اقل من حد. وبالتالي تنزل بالمعدلات، تعرف اخر فايلات عنده ايه، زي ما كنا بنقول على حكايه الخطاب والمخاطبه، تعرف احنا شغالين ايه، ويا حبذا بقى لو يبداوا يقعدوا مع مدربين الانديه بدل بندور على شخصيه عربيه، طب ما ندور على هويه كمان مصريه، يبقى معروف ان البلد دي بتلعب 4-4-2 6-8-1 الو اي حاجه، بس تبقى بتلعب طريقه معروفه، فيخرج اللي عنده 18 سنه لو احتاجه شوقي غريب وهو مع الكابتن ربيع رايت، يبقى عارف ان الرايت في مصر بتلعب كذا. طيب لو احتاجه بقى
من عند شوقي عشان يروح معاه كاس الامم، مزبوط. مش بس يلعب مباراه في التصفيات، يبقى هو هيخش في نسيج الفريق، يا دوب يعرف زمايله مين وخلصنا، وياخد تيشيرته ويبدا يلعب. حاجات جميله، حاجات مرتبطه ببعض، تربطها اكتر بيخلق لنا نوع من الامل في ان الصناعه دي مصر مهيئه ليها ان شاء الله. مباراتين سوازيلاند 6 نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عصام بشكرك شكرا جزيلا على تواجد حضرتك معايا، دايما بستمتع بحضرتك وبستمتع بكلامك وبارائك، وبجد شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن، نزلت لي بس الوقت بيمر بسرعه، كنت اقول لك يبقى نجيب حكام اجانب. ما دام خايف على الوقت. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله، الفقره الاولى كانت مع كابتن عبد الحميد حسن، وكنت مع حضراتكم في الفقرة الثانية. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على 1000 مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.